بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة يوم 29 أغسطس الماضي طلعت مع حضراتكم هنا واتكلمت عن أن مباريات كأس العالم للأندية ستلغى من اليابان وستنطلق أو هيتغير مكانها من اليابان وتيجي يا إما قطر يا إما الإمارات، ومن الممكن أن يحدث شيء آخر، ولكن هي بنسبة كبيرة جدا يوم 29 أغسطس، أنا قلت لحضراتكم الكلام ده، بنسبة كبيرة جدا هيتغير مكانها وهتروح في مكان أقرب إلى مصر من اليابان. الحقيقة البعض طلع وشكك في هذا الكلام وكلموا في هذا الأمر وكلموا كلام كتير جدا يخص هذا الأمر. الحقيقة النهاردة أخبار كثيرة جدا في كل وكالات الأنباء العالمية بتتكلم عن اعتذار اليابان عن تنظيم كأس العالم للأندية في شهر 12 في شهر ديسمبر المقبل. وأنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن هي هتتلعب في شهر 3 إن شاء الله في الدوحة أو الإمارات أبو ظبي في إن شاء الله في آسيا. الكلام ده أنا قلته لحضراتكم تقريبا يوم 29 أغسطس، عشان كده أنا حابب الحقيقة إن أنا أشكر كل فريق الإعداد على رأسهم طبعا رئيس التحرير الأستاذ أحمد عويس على هذه المعلومة اللي كل الناس الحقيقة خدتها من قناة النادي الأهلي من البيت الكبير وقعدوا يتكلموا فيها شوية. وفي النهاية الحمد لله إن احنا بنجيب لحضراتكم دائما أول بأول ماذا يحدث، أي حاجة تخص النادي الأهلي طبعا بنحاول نقولها لحضراتكم، وبالفعل الخبر ده كان يهمنا كتير جدا جدا جدا. طيب برضو عايز أتكلم مع حضراتكم في شيء هام جدا، ولكن خلينا نروح للإعلامي والصحفي الكبير الحقيقة الأستاذ علي الزين. علي الزين وهو صحفي وإعلامي كبير، إعلامي لبناني وصحفي لبناني كبير جدا في الدوحة وفي الدول العربية الحقيقة كلنا عارفين مين هو الأستاذ علي الزين. أستاذ علي إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير كابتن إسلام، أنا سعيد جدا بوجودي معاك على قناة الأهلي بالبيت الكبير بيت كل الأهلوية. أيوة. وتشرف أن تواجد بين الأهلوية وأكون معاك بهالإطلالة الأولى إن شاء الله وما بتكون الأخيرة. يعني أولا شرف لينا أن حضرتك تكون معنا يا أستاذ علي، ويعني بنقرأ لك كتير وبنسمع لك كتير الحقيقة، وعارفين قد إيه أنت بتحب هذا النادي أو بتشجع النادي الأهلي. لا، النادي الأهلي بالنسبة لي أسلوب حياة يعني. أيوة. عندي ضعف أمام النادي الأهلي، هذا الشيء تربينا عليه يعني بحياتنا، والحمد لله أبا عن جد أهلاوي. طب منين جه الموضوع ده يعني يا أستاذ علي؟ يعني أنت رجل لبناني وعايش في لبنان، أهلاوي في بيروت إزاي يعني؟ أهلاوي في بيروت لأنه صيت النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي. أيوة. يعني وصلت إلى كل بيت في العالم العربي وخارج العالم العربي. أيوة. وبكشف لك سر أنه مجلة النادي الأهلي حتى بأيام الحرب كانت تصل، يعني الاشتراك كان موجود وكانت تصلنا كل أسبوع تقريبا، ولم ننقطع على عن النادي الأهلي حتى بأحلك الظروف. طيب أستاذ علي الحقيقة خليني أخذ حضرتك الملف اللي أنا كنت بتكلم عنه. خلاص بنسبة كبيرة جدا اليابان سوف تعتذر عن ده اللي قريناه النهاردة في كل وكالات الأنباء أو معظم وكالات الأنباء العالمية المختصة بالرياضة، أن اليابان قد تعتذر أو هتعتذر بشكل كبير عن تنظيم كأس العالم للأندية. هل من الممكن أن نرى كأس العالم للأندية في شهر مارس القادم أو في أنا آسف في شهر فبراير القادم في الدوحة أو في أبو ظبي؟ شوف كابتن اسلام، بالنسبه لبطوله العالم للانديه على الاغلب وبنسبه كبيره طالعه من اليابان، لكن الى اين ستذهب الى حد الان غير معروف، لكن خلينا نقول انه قطر والامارات دولتين جاهزتين لاستضافه البطوله. وما ننسى اذا يعني طرح اسم قطر، اعتقد انه قطر قادر على الاستضافه نظرا للامكانيات البنيه التحتيه الموجوده. وما تنسى انه هيدي 2022 هي سنة كأس العالم بالضبط، وتقريبا 90% من الملاعب صارت جاهزة يعني. وكما أنت عارف أنه في استاد السمامة راح يتم افتتاحه، هو سادس ملاعب المونديال الشهر القادم في المباراة نهائي كأس الأمير. يعني هي قطر جاهزة بنسبة كبيرة، وهي سبق ونظمت بطولات ونظمت بطولة عالم للأندية بالنسبتين الأخيرتين.
لذلك في حال طرح الموضوع وكان في امكانيه للاستضافه قطر جاهزه، وايضا الامارات لديها بنيه تحتيه، لكن حتى الان لم يتم اختيار اي دوله، وهو يعني القرار طلع اليوم من اليابان، واكيد ستتم الدراسه بعنايه من الفيفا قبل اتخاذ القرار الاخير، لكن اعتقد انه الدولتين جاهزتين للاستضافه، وفي حال منحت لاي منهم بتكون الامور يعني تنظم باعلى مستوى على اعلى مستوى، وتحديدا قطر يعني، وقطر تريد تنظيم اكبر عدد من البطولات قبل كاس العالم مشان اختبار الجهوزيه واختبار الملاعب واختبار اذا كان في امكانيه حضور جمهور ولا بدون جمهور، فهذه كلها ضمن الاختبارات قبل الوصول الى نهائيات كاس العالم 2022. اعتقد قطر او الامارات اعتقد الاثنين هيبقوا اهلاويه اكثر من اي حد ثاني، يعني احسن ما نلعب في اليابان بيني وبينك يعني لو حصلت يعني ما هي حصلت بالامارات الاهلي لعب اكثر من مباراه، وفي قطر لعب اكثر من مباراه، واخيرا واخرتها كبطوله العالم الاخيره اللي كنا موجودين على الارض فيها الى جانب النادي الاهلي، وكانت جماهيره رغم جائحه كورونا موجوده بالعدد اللي كان مسموح فيه، وكان صراحه اعراس اهلاويه استمتعنا فيها كلها، وكللها الاهلي باحتلاله المركز الثالث وقتها بفوزه على بالميراس البرازيلي. نعم. وهالمره نتمنى خطوه اضافيه بالوصول الى المباراه النهائيه، وما تنسى في تشيلسي ما بدنا نضغط الفريق اكثر من هيك، لكن الاستعدادات اللي عم يقوم فيها النادي الاهلي بتخلينا يعني نتوسم خيرا انه يقدم عروض وعلى الاقل يصل الى دور النصف النهائي او ايضا يلعب المباراه النهائيه، ليش لا؟ هسألك طبعا عن النادي الاهلي دلوقتي، ولكن قبل ما اسال حضرتك عن النادي الاهلي، مباراه السوبر الافريقي كان من المفترض ان هي هتقام في شهر 9، ولكن ايضا حتى الان لم يتم تاجيلها رسميا، ولكن من المتوقع ان يتم تاجيلها لشهر ديسمبر القادم، هل ده برضه هيحصل قريب ولا لسه هنستنى شويه؟ والله شوف، هي بالموبايل مثل ما بنعرف كاس السوبر الافريقي هو في عقد بين الاتحاد القطري لكره القدم والكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم لاقامه المباراه لثلاث سنوات على التوالي. أيوة. اول سنه فاز فيها الزمالك، ثاني سنه فاز فيها الاهلي، باقي السنه الثالثه. هلا هو يقال انه المباراه ستتاجل الى يوم 24 او 26 ديسمبر المقبل. أيوة. طبعا انت ما تنسى قطر بهذه الفتره كاس العرب، كاس العرب. أيوة. من 30 ل 18 ديسمبر. فبعد اسبوع بعتقد الامور بتكون سهله وقادرين على الاستضافه، هن سبق يعني نظموا بطوله العالم للانديه ومباشره كاس الخليج. يعني قطر جاهزه لاستضافه المباراه في اي وقت، لكن فقط يحدد الاتحاد الافريقي التاريخ والامور بتكون جاهزه، وان شاء الله هالسنه بيكون في جمهور اكبر لانه الناس بدات باخذ اللقاحات والامور الطبيه على اعلى مستوى، فاعتقد انه بتكون المباراه على الاقل ب 80% من سعه الملاعب. يا مسهل يا رب. خلينا بقى نروح للمعشوق لينا جميعا النادي الاهلي. حضرتك شايف موسم النادي الاهلي السنه دي عامل ازاي في ظل ان انت كسبت 5 بطولات وثالث العالم وخسرت الدوري العام المصري؟ يعني النادي الاهلي معودنا على البطولات. أيوة. اسلام، وهذا ليس بجديد على نادي الاهلي، الاداره بتسلم اداره والسيستم موجود والبطولات موجوده، فالاهلي لما بيخسر بطوله بتكون فتره استراحه محارب لا اكثر ولا اقل. أيوة. وانا لي راي بخساره الدوري، يمكن الاهلي دفع ثمن ضغط المباريات، دفع ثمن فوزه بدوري ابطال افريقيا، دفع ثمن اخطاء تحكيميه فاتحه وكانت واضحه. لكن ما بدنا نعلي على هذه الشماعه، خلينا نقول الاهلي استراحه محارب، ونحن معودين كل 5 6 بطولات دوري للاهلي بتزمط وحده، يعني ما في مشكله. واللي فاز ب 42 لقب سابقا يعني جاهز ليفوز ب 43. أيوة. واللي عم يحصل بالانتقالات ولجنه التعاقدات بالنادي الاهلي بعتقد قامت بعمل جبار، وتحديدا انا بانتظار اللاعب ميكيسيون اللي كنت بتمنى اشوفه بالاهلي وتحقق هالطلب، لانه لاعب راح يكون فلتة الشوط برايي انا. يعني كل الانظار على فات فتاو، انا منتظر ميكيسيون يكون هو فلتة الشوط بالنادي الاهلي الموسم المقبل.
فاتوقع الاهلي يكون صاحب اليد الطوله بالبطولات القادمه من كاس السوبر المصري لكاس السوبر الافريقي واستعاده لقب الدوري باذن الله. يا رب ان شاء الله. ولكن حضرتك كنت بتتكلم عن الصفقات عن بيرسيتاو وعن لويس ميكيسوني وبقيه الصفقات اللي جابها النادي الاهلي سواء حسام حسن او كريم فؤاد واخيرا او مؤخرا مصطفى البدري. اعتقد ان خمس صفقات ليها دور او هيبقى ليها دور مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. واللي اتقال ايضا او الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات قال معانا هنا على الهواء مباشره ان بكده بتنتهي تعاقدات النادي الاهلي. شايف حضرتك التعاقدات دي هل كان النادي الاهلي محتاجها وهل بالفعل يكتفي النادي الاهلي بهذه التعاقدات ولا لا؟ لا انا اللي شفته من الجيل اللي النادي الاهلي اللي احرز خمس بطولات جيل قدم الكثير للنادي الاهلي. ما بدنا نفقد حق اللاعبين اللي كانوا متواجدين وحققوا هالانجازات الكبيره ومنا لقبين دوري افريقيا متتاليين. لكن تبين انه من ناحيه اللاعبين الاجانب كان في يعني نوعا ما لم يقدم الاجانب العرض باستثناء يعني لاعب خط الوسط ديانج اليو ديانج وعلي معلول. ايوه وعلي معلول وايضا بدر بانون يعني كنا متوقعين اكثر. لكن بدر يمكن اول سنه ما تاقلم بشكل كبير لكن هو لاعب كبير. أيوه. انما اجايا وفاليا ما قدموا المستوى المطلوب. فبعتقد باتيتا ومسكيون راح يكونوا اضافه كبيره. ايضا حسام حسن وجوده مع محمد شريف ايضا بالهجوم اضافه. وايضا يعني اللاعبين اللي تم استقدامهم البدري ايضا لاعب موهوب جدا. كريم فؤاد برضه الحقيقه بيلعب باك شمال بيلعب خمس مراكز. صحيح صحيح. يعني ايضا الاهلي يعني علي معلول اصيب ببعض المباريات فكان محتاج الى لاعب يغطي مكانه. نعم. لم يكن موجود الموسم الماضي. حاليا كريم فؤاد اكيد راح يكون بهذا الدور راح يكون اضافه الى جانب علي معلول. فبتصور انا التشكيل صار متكامل والنادي الاهلي حقق اللاعبين اللي ضمهم بعض الثغرات اللي كانت موجوده وتحديدا بخط الهجوم على الاطراف اللي كان الاهلي شوي يعني احنا معتادين على الاجنحه الطائره بالنادي الاهلي. ايوه كابتن مصطفى عبده المجري وانت قادم. فلذلك اتوقع السنه يكون هالاضافات اللي حصلت اضافات حقيقيه وصفقات ناريه سيكون الاهلي كسبان بتواجدها. استاذ علي النادي الاهلي كاول نادي في مصر الحقيقه بيتعاقد مع مدير فني افريقي من جنوب افريقيا ويكون مسؤول عن الاداره الفنيه في النادي الاهلي. هل شايف او كيف يرى علي الزين اداء موسيماني مع النادي الاهلي خلال ست بطولات او خلال ثمان شهور كان متواجد فيهم مع النادي الاهلي؟ يعني كم عدد البطولات اسلام اللي حققهم الكابتن خمسه موسيماني مع الاهلي؟ خمسه وثالث العالم. ثالث العالم وكسر الدوري بالامطار الاخيره. مظبوط. لو جيت انا بدي انتقد موسيماني هل بكون منطقي؟ هذا سؤال للنقاد اللي ليلا نهارا جهارا بينتقدوا باتسو موسيماني على اداء النادي الاهلي. ايوه. بعدين باتسو موسيماني لما اتى على النادي الاهلي كان في هدف منه ومن الاستقدام وهو بطوله افريقيا لانه الرجل يعرف قضايا افريقيا جيدا. مظبوط. فنجح بتحقيق بطولتين متتاليتين وايضا حقق كاس السوبر وحقق ايضا يعني عم تقول انت خمس بطولات وثالث العالم. ما المطلوب من موسيماني اكثر من يعني اكثر من هيك؟ يعني اللي انا بوجه سؤال لمنتقدينه ما هو المطلوب من موسيماني اكثر مما حقق؟ وهل النادي الاهلي اول نادي ما بيحقق البطوله ببلده؟ مانشستر سيتي يعني بيخسر بطولات، سان جيرمان الماضي ما حقق بطوله. أيوة. ما تنسى نحن عم نلعب بظروف استثنائيه في كورونا، في ضغط مباريات، في بطولات، في نظام صحي صعب على اللاعبين، وهول اللاعبين بالنهايه ليسوا الات. فنحن ما ننظر بالنواحي الايجابيه، انا بعتقد موسيماني نجح بنسبه كبيره ورد على منتقديه بالملعب، وخليهم ان ينتقدوا طالما موسيماني اذا لعب خمس بطولات احرز منهم اربعه. فأنا بعتقد أنه بيكون نجح ونجح باقتدار. تمام. أخيرا اختيار المدير الفني كارلوس كيروش ليكون مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، كيف ترى هذا الاختيار؟ اختيار موفق إلى الآن لأنه كارلوس كيروش صاحب خبرة كبيرة بغض النظر عن بعض الأصوات اللي بدأت تطلع
معترضه، لكن كارلوس كيروش لديه تجربه في مانشستر يونايتد مع أليكس فيرجسون، درب ريال مدريد، درب ايران، درب افريقيا، درب البرتغال. الرجل يعني انا بعرفه معرفه يعني قريبه جدا، الرجل مدرب وايضا يعني مربي ايضا. أيوه. وله يعني من القراءات الكرويه على اعلى مستوى، وهو كان السبب بالطفره اللي حصلت في منشات مانشستر يونايتد التدريبيه. فالرجل لديه رؤيه فنيه كبيره ورؤيه تدريبيه على اعلى مستوى، وراح تظهر من اول مباراه قادمه من المنتخب. يعني هل هيقدر، انت عندك مباراه كمان ثلاث اسابيع او يمكن اقل من شهر، مباراه مهمه جدا بعد فوز ليبيا امبارح على انجولا واصبحت 6 نقاط ومصر 4 نقاط، المباراتين القادمتين في تصفيات كاس العالم هتكون ضد ليبيا، اعتقد المباراتين صعبين جدا، هل في خلال الشهر ده هيقدر كارلوس كيروش ان هو يلم اللي بيحصل مع المنتخب الوطني ولا لا؟ نظرا لخبرته الكبيره اسلام كارلوس كيروش وايضا الامكانيات الفنيه الموجوده في المنتخب المصري، اعتقد لو حصل التجانس السريع، وانا هيدا بتوقعه لانه اللاعبين المصريين يعني عبر يعني تاريخهم باللحظات الصعبه ببين معدنهم. ايوه. فاعتقد انا لو المنتخب المصري اعطي يعني خف الضغط عنه قليلا واعطي المساحه للمدرب للعمل بهدوء، انا بتصور ان المنتخب المصري بيرجع بيقلب الطاوله بيتصدر المجموعه وبيروح على كاس العالم. يعني انا بشكرك جدا يا استاذ علي، احنا كلنا بنحبك كاهلاويه لان انت رجل دائما كلمتك رائعه عن النادي الاهلي ودايما في الحق، يعني دايما بتتكلم عن النادي الاهلي في الحق، فانا بشكرك جدا يا استاذ علي على وجودك معانا. استاذ علي الزين الصحفي والاعلامي اللبناني الكبير الحقيقه، وكلام هام جدا فيما يخص النادي الاهلي وفيما يخص الترتيبات القادمه لتنظيم كاس العالم للانديه وتنظيم كاس السوبر ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وكانت مكالمه مهمه جدا. طيب خلينا نروح لكارلوس كيروش، وانا هنا زي ما دائما ما كنا هناك بعض الامور اللي بننتقد فيها الاتحاد المصري او اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، فانا بحييهم الحقيقه، لان احمد مجاهد او الكابتن احمد مجاهد قاد مفاوضات مع كارلوس كيروش بدون ما اي حد يعرف وبدون اي حد او اي تسريب الى الاعلام في مصر، الناس كلها كانت رايحه في اتجاهه. بالمناسبه كل الكلام اللي كنا بنقوله على الاقل هنا لحضراتكم كان كله بيحصل، وانا النهارده كان عندنا فرح طبعا بنت الاستاذ ابراهيم المنيسي الف مبروك، فقابلت الاستاذ احمد مجاهد وانا قلت له الكلام ده، قلت له انت تستحق الاشاده النهارده لانه من زمان ما شفناش حد في الاتحاد المصري لكرة القدم أو بيعمل حاجة من غير ما تبقى متسربة لكل الإعلام، وكل الإعلام بيتكلم عنها، كل الإعلام راح في اتجاه، وكان بيحصل بالفعل يعني كان هناك مفاوضات مع نيلو فنجادة، ونيلو فنجادة اعتذر مؤخرا عن هذه المفاوضات، ونيلو فنجادة كان له دور كبير جدا في استقدام كارلوس كيروش ليكون مديرا فنيا، وهو اللي استطاع ان هو يقنع كارلوس كيروش ليكون متواجد مع المنتخب الوطني، وكان ايضا في كلام مع الكابتن ايهاب جلال، وفي كلام مع الكابتن حسن شحاته كان امبارح الكلام ده، وطلع اسم كابتن حسن شحاته بقوه شديده جدا وبقوه كبيره جدا، ولكن في النهايه المهندس احمد مجاهد قدر يتعاقد مع كارلوس كيروش وهو واحد من المديرين الفنيين الجيدين، على الرغم من احنا في البعض بيختلف على السيره الذاتيه لكارلوس كيروش، ولكن رجل لعب ضد او مسك ريال مدريد ومسك كرجل تاني في مانشستر يونايتد لسنوات طويله، وكان له دور كبير في بطولات مانشستر يونايتد، مسك منتخب ايران 8 سنوات تقريبا، تجربته الأخيرة مع منتخب كولومبيا كانت تجربة ليست بالجيدة، دي اللي كانت مؤخرا أو آخر تجربة لكارلوس كيروش، ولكن في النهاية هو لما تبص على السي في بتاعه هو سي في قوي جدا، لعب كمدير فني أو مسك منتخب جنوب إفريقيا وقعد هناك سنتين تقريبا من 2000 ل 2002، رجل له بصمات جيدة جدا زي ما حضراتكم سمعتوا من الأستاذ علي الزين، وهو واحد من المقربين أو يعرف كارلوس كيروش زي ما هو قال بشكل جيد جدا، مدير فني جيد جوه الملعب، وأب أو يقدر يربي أكتر
خارج الملعب او يكون له دور تربوي خارج الملعب. وده الحقيقه ان احنا معظم المجموعه اللي موجوده مع المنتخب الوطني كلهم مجموعه صغيرين لسه محتاجين يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي والامور هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه، كلهم طبعا لاعبين كبار وعلى مستوى عالي، ولكن وجود كارلوس كيروش اعتقد ان هو اختيار موفق من وجهه نظري الشخصيه، هو اختيار موفق ليه الأستاذ أحمد مجاهد أو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت قصير جدا. والحقيقة محدش قال، يعني كل الإعلام، على الرغم أن الموضوع بسيط، لأنه لو حضراتكم تذكرنا إحنا كإعلام كان المفروض نبص للموضوع ده كويس. ليه؟ لأن نيلو فنجادة كان مستشارا فنيا لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني لفترة طويلة، وبالتالي نيلو فنجادة هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وقريب جدا من كارلوس كيروش، فكان ممكن جدا نفكر بهذا التفكير الإيجابي ان ممكن يكون كارلوس كيروش هو اللي جاي، ولكن كلنا رحنا الحقيقة مع الأسماء اللي كانت دايما مصادرنا بتتكلم عنها، ولكن في النهاية هو مدير فني جيد. هنشوف ايه اللي هيحصل معاه خلال الفترة اللي جاية. خلونا نتكلم عنه بشكل موضح اكتر. هيصل الى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا تأهيليا على أن يصل نهاية هو هيصل نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل. المدرب البرتغالي بيحصل هو وجهازه المعاون على 85 ألف دولار، وتم الاتفاق على أن يتحمل كارلوس قيمة الضرائب التي ستخصم من راتبه. اتحاد كرة القدم سيتحمل تكاليف إقامة المدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التي ستكون في أحد الفنادق، ويتحمل أيضا تكاليف تذاكر سفر وعودة المدرب البرتغالي لمدة أربع سفريات في السنة، والتي ستكون في الأوقات الغير ملتزم خلال المنتخب الوطني بأي مباريات أو أي معسكرات. زي ما قلت لحضراتكم ان فنجادة كان له دور كبير جدا في اختيار كارلوس كيروش ليكون مديرا فنيا بعدما اعتذر عن الإدارة الفنية عن لمنتخبنا الوطني خلال هو عايز يبقى مدير فني للاتحاد، حاجة استشارية كده، هو مش قادر، هو كبر مش قادر ينزل الملعب، هو تفكيره كده بالنسبة لفنجادة. بدأ كارلوس كيروش في مشواره التدريبي، بدأ بتدريب منتخب شباب البرتغال واخذ معهم كاس العالم في بداية التسعينات مع جيلين مختلفين، يعني اخذ كاس العالم مرتين مع منتخب البرتغال سنة 89 و91، وكمان اخذ بطولة اوروبا للشباب. درب المنتخب البرتغالي الاول، وبعد كده درب سبورتنج لشبونة احد اهم وافضل واكبر الاندية الموجودة في البرتغال، وخد معاه كاس وسوبر موسم 94 95. بعد كده اتجه لتدريب المنتخبات، درب الامارات ودرب جنوب افريقيا، وله محطه مهمه في مشواره كان المساعد الاول للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد 4 سنوات، ودرب ايضا ريال مدريد كمدير فني وخد معاهم السوبر الاسباني في 2003. من 2008 وكارلوس كيروش بيدرب المنتخبات فقط، صعد بالبرتغال كأس العالم 2010، وبعدين مع إيران صعد مرتين ورا بعض كأس العالم 2014 و2018، وده بالنسبة لإيران يعني إنجاز كبير جدا جدا، وحقق نتائج تاريخية. وآخر محطاته التي كانت تدريب منتخب كولومبيا لحد السنة اللي فاتت فقط. كيروش بالمناسبة عنده خبرة إفريقية كبيرة جدا، لأنه بالمناسبة كارلوس كيروش من مواليد موزمبيق، وعنده بيت في موزمبيق، بيت كبير يعني، وهنقول لحضراتكم دلوقتي، وعنده أيضا بيت آخر في جنوب أفريقيا، بيت ملكه، يعني هو بيروح يقعد في جنوب أفريقيا وموزمبيق فترات طويلة جدا أكتر من البرتغال، فعنده خبرة إفريقية كبيرة جدا، ودرب طبعا منتخب جنوب أفريقيا. أعتقد أنه هو لعب قدامنا مباراة قدام منتخب مصر، أنا كنت بلعب في هذه المباراة، ومصر انتهت بفوز او بهزيمه مصر بهدف مقابل لا شيء، واعتقد انا فاكر ان انا كنت بلعب هذه المباراه. ايضا له خبرات كبيره، وكان بالمناسبه كارلوس كيروش كان مرشح لتدريب منتخب المغرب، لان منتخب المغرب المدير الفني له مشاكل، شويه مشاكل مع الاتحاد المغربي، فكانوا بيفكروا في كارلوس كيروش، ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان فنجادة كان له دور كبير في تواجد كارلوس كيروش مع منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية، وبالمناسبة هو اختيار جيد.
اختيار جيد. الدعم، كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب، كابتن ضياء السيد مدرب مساعد، وايضا الكابتن محمد شوقي، او الكابتن ضياء السيد مدرب عام، والكابتن محمد شوقي نجم النادي الاهلي السابق هو مدرب المنتخب، والكابتن عصام الحضري نجم النادي الاهلي السابق ايضا هو مدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني. وبالتالي كابتن ضياء على علم كبير بكل اللاعبين تقريبا، وله علاقة خاصة جدا جدا كأب لمجموعة من اللاعبين الكتار اللي موجودين في المنتخب الوطني، فهو اختيار جيد جدا. محمد شوقي من المدربين الواعدين، وكان شغال مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الأولمبي وحقق بعض النجاحات، أو مؤخرا حقق نجاح وخرج من البطولة أو من دور الثمانية في الأولمبياد بعد الهزيمة من البرازيل. وطبعا كابتن عصام الحضري تاريخ كبير جدا في عالم كرة القدم مع المنتخب المصري، فالحقيقة جهاز فني جيد جدا. وبالنسبة لمدير المنتخب سيكون واحد من ثلاثة بنسبة أقل دلوقتي، إن محمد بركات هيكمل، يعني أنا كنت بقول لحضراتكم 50-50 ولكن بنسبة أقل دلوقتي بركات هيكمل. النسبة الأكبر لكابتن وائل جمعة وكابتن إيهاب لهيطة، أستاذ أو المهندس إيهاب لهيطة اللي كان مدير منتخب مصر في العهد اللي قبل السابق الحقيقة، لما كان متواجد المدير الفني كوبر، لما كان متواجد كان الكابتن إيهاب لهيطة هو مدير منتخب مصر. دلوقتي الكابتن إيهاب لهيطة رجع في الصورة مرة تانية في منافسة ما بينه وما بين الكابتن وائل جمعة، ومن بعيد شوية بيخش كابتن عبد الحليم علي، ولكن نجم نادي الزمالك السابق. والثلاثة الحقيقة أسماء كبيرة جدا، سواء كابتن وائل أو كابتن عبد الحليم أو كابتن إيهاب لهيطة، نتمنى أن يكون الاختيار موفق، أو حتى لو بركات كمل الحقيقة أيضا، لأن بركات كان عامل شغل جيد جدا خلال الفترة السابقة مع المنتخب الوطني. وبالتالي لو شفنا الشكل العام للمنتخب كده، لا، منتخب عنده إدارة فنية إن شاء الله تبقى إدارة فنية جيدة، عنده مدير منتخب إن شاء الله بعد اختيار أحد الأسماء اللي أنا قلت لحضراتكم عليها. وبالمناسبة أنا قلت لحضراتكم من أول يوم بعد إقالة الكابتن حسام البدري إن محمد شوقي وعصام الحضري الاثنين هيكونوا موجودين في الجهاز الفني، والحمد لله كل الناس طلعت برضو خدت من هنا وقالت ورانا إن كابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري الاثنين هيكونوا متواجدين. وايضا النهارده واحنا بنتكلم عن اللي حصل للمنتخب، شركه استادات هنت كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري، لانهم كان ليهم او كان كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري مشرفين على الاكاديميات في نادي سيتي كلاب التابع لشركة استادات، وبالتالي كانت هناك تهنئة أيضا من شركة استادات لكابتن ضياء سيد وكابتن عصام الحضري خارجين من نادي سيتي. عموما كل الأمنيات الطيبة للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة بتقديم اللي احنا عايزينه كله من الماتشين اللي جايين، ربنا كرمنا فيهم. وإن شاء الله اللي أنا سمعته عن كارلوس كيروش كمان كان هو رجل منظم ورجل واضح جدا، وعنده أمور جيدة جدا هيقدر يعملها مع المنتخب الوطني. كل التوفيق، والحقيقة بنهنئ اللجنة الثلاثية على هذا الاختيار وعلى التكتم الحقيقة اللي كان متواجد خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، والاختيار السريع في ظرف يوم أو يومين. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن أهم الأخبار اللي موجودة عندنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اول خبر معانا النهارده، كيروش هيا بنا للمستقبل مع مصر، وساعمل لتحقيق اهداف واحلام هذا البلد المرموق. حقيقه على تويتر قال اتس ويز برايت، يعني ان هو سعيد جدا، او اعرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدا التزامه باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم. بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من الاتحاد الكرة المصري لأكون مدرب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، وأود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد. هيا بنا إلى المستقبل. ده كان كارلوس كيروش على تويتر وبيتكلم عن قبوله عرض الاتحاد المصري
المصري لكرة القدم من الواضح جدا ان هو يعلم امور جيدة. اعتقد ان هو لو كلم فنجادة، لو كلم مانويل جوزيه، لو كلم اي حد من المدربين البرتغالي اللي جم مصر هيعرف قد ايه ان الجمهور المصري له دور، وخصوصا جمهور النادي الاهلي هيعرف ان هو له دور كبير جدا جدا جدا. الجمهور له دور كبير جدا في اي حاجة تخص المنتخب المصري. كابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني بيجهز تقريرا عن المنتخب واللاعبين لتقديمه لكيروش. كابتن ضياء برضو أعرب عن سعادته بالعودة للعمل في المنتخبات مجددا والعمل مع مدرب باسم كبير مثل كارلوس كيروش، قال إن هو تكليف كبير. قال أيضا إن هو أمامنا مهمة صعبة أمام ليبيا، وسنعمل جاهدين على تحقيق نتائج مميزة في الفترة المقبلة والتأهل لكأس العالم. أنا زي ما قلت لحضراتكم إن المباراتين القادمتين لليبيا صعبين جدا جدا، إحنا اللي بنصعب كل حاجة على نفسنا. عصام الحضري بيقول سنقاتل لإسعاد المصريين ومشوار تصفيات المونديال البداية. أبدأ عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم سعادته الكبيرة في تمثيل مصر مرة أخرى، ولكن كمدرب لحراس المرمى في الجهاز الفني الجديد. قال أيضا أن كيروش مدرب كبير ويتمنى كل التوفيق لي خلال الفترة القادمة. زي ما قلت لحضراتكم أن شركة استادات الوطنية تدعم المنتخب الوطني وجهازه الفني الجديد، وتؤكد شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية دعمها الكامل لمنتخب مصر لكرة القدم وجهازه الفني الجديد الذي تم إعلانه اليوم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش. وتدعو شركة استادات الوطنية الجماهير المصرية على اختلاف انتمائها للوقوف خلف المنتخب الوطني لكرة القدم في المرحلة المقبلة. وتشدد شركة استادات الوطنية على أنها إذ تعلن دعمها للمنتخب الوطني لكرة القدم بجهازه الجديد فإنها تضع كل إمكانياتها لخدمة المنتخب المصري لتحقيق أحلام وطموحات الجماهير التي تعتبر المحرك الأساسي والعمود الفقري للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ولعودة مصر لمنصات التتويج. زي ما قلت لحضراتكم الكابتن ضياء وكابتن عصام الحضري كانوا متواجدين في أكاديمية سيتي كلاب الخاصة بشركة استادات. الأهلي النهاردة بيتلقى خطابا من الجبلية بمواعيد مبارياته المتبقية في كأس مصر. والكلام ده الحقيقة أنا قلته امبارح واتكلمنا فيه مرة واثنين وثلاثة من امبارح للنهاردة. معرفش هل التعارض واضح جدا ما بين التوقيتات اللي حطها الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الافريقي ومباريات دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. التعارض واضح جدا، ايه اللي هيمشي؟ ادينا هنشوف. اتحاد كرة القدم حدد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الاهلي امام انبي في دور ال 16 في الثامنة مساء على استاد الاسكندرية. الاتحاد ايضا قال ان الاهلي في حال تخطيه عقبة انبي في دور ال 16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور 8 يوم 29 من الشهر الجاري على استاد السويس الجديد. وحال تخطي الاهلي دور ال 8 سيكون على موعد في المباراة قبل النهائية يوم 3 اكتوبر امام بتروجيت. واكد خطاب اتحاد كرة القدم على اقامة المباراة النهائية. انا ده اللي انا مش فاهمه الحقيقة، ان المباراه النهائيه هتبقى 19 اكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب. وبكده يعني شكل الكاس كاس مصر خلال الفتره القادمه بقى واضح، ولكن يوم 15 و16 و17 النادي الاهلي سيختار يوم من هذه الايام لملاقات الفرقه اللي هيلعبها في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. ايه اللي هيحصل لو النادي الاهلي اختار يوم 17؟ هنشوف في حاله طبعا وصول النادي الاهلي الى المباراه النهائيه. ايضا اتحاد كره القدم النهارده بيخطر النادي الاهلي رسميا بموعد ولائحه مباراه السوبر المحلي، وبعت اتحاد كره القدم خطابا رسميا بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي 2019-2020 امام طلائع الجيش في السابعه من مساء يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب. اذا مباراه السوبر المحلي ستكون على استاد الجيش ببرج العرب. وشدد الخطاب ايضا على ارتداء الاهلي بطل الموسم الدوري لموسم 2019
2020 زيه الاصلي على ان يبتدي طلاع الجيش ثاني بطوله كاس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي. ايضا في حاله انتهاء المباراه في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي يلعب وقت اضافي مدته نصف ساعه على شوطين، واذا انتهى الوقت الاضافي بالتعادل تطبق قاعده ركلات الترجيح من نقطه جزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب. عبد الله على السلامه لكل لاعبو النادي الاهلي. والنهارده الحقيقه عوده النادي الاهلي للتدريبات في تمام الساعه 7 بدا التدريب للنادي، التدريب الاول للنادي الاهلي بعد الاجازه اللي كانت متواجده خلال الفتره السابقه، وتدريبات مكثفه. وقاد كابيلو رانجو مدرب احمال نادي الاهلي فقرات بدنيه متنوعه للاعبين في بدايه المران، وذلك ضمن فتره الاعداد التي يخوضها النادي الاهلي استعدادا لاستئناف بطوله كاس مصر وبطوله السوبر المحلي. بيتسو موسيماني قرر راحه اضافيه للاعبين الدوليين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب الوطني لغايه يوم 6 سبتمبر حتى يوم السبت المقبل، يعني بدايه اللاعبين الدوليين هيكونوا متواجدين في المران الجماعي ان شاء الله بدايه من يوم السبت المقبل. محمد الشناوي، ايمن اشرف، عمرو السوليه، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات، شريف، محمد شريف، وصلاح محسن. بيتسو موسيماني قبل بداية المران عقد اجتماعا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة 15 دقيقة، وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية. طب هل كان متواجد اللاعبون الجدد؟ زي ما حضراتكم شايفين ظهر عمار حمدي في الصورة، وظهر أحمد عبد القادر في الصورة، وأيضا شفنا العربي بدر. وإيه اللي هيحصل بقى في الأعراض خلال الفترة القادمة؟ ده كريم فؤاد. إيه اللي هيحصل في الأعراض الفترة القادمة؟ ده اللي هيبان خلال الأيام القليلة القادمة. بكرة إن شاء الله ميكيسوني في تدريبات الجماعية للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، حسام حسن، كريم فؤاد. أيضا النهاردة بالمناسبة وإحنا بنتكلم عن اللاعبين المنضمين مؤخرا في الصفقات الاخيره للنادي الاهلي، برستاو كان متواجد النهارده. هو بالمناسبه كان في ماتش امبارح لجنوب افريقيا وفازت على غانا بهدف مقابل لا شيء، وخلص المباراه ورجع على طول على القاهره برستاو، وكان ليه وقفه كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، كان وقف مع بيتسو موسيماني لمده دقيقتين ثلاثه، وهو قص شعره بس بالمناسبه عشان ما تفتكروش ان هو اهو ده برستاو زي ما حضراتكم شايفين قص شعره، وقعد في التدريب شوية مع اللاعبين وبعد كده خرج ليكمل تدريباته البدنية خارج الملعب لأنه كان عنده ماتش امبارح، وزي ما قلت لكم وصل القاهرة النهاردة الصبح. بكرة إن شاء الله ميكيسوني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية، وبكده هيكون كل اللاعبين اللي تعاقد معاهم النادي الأهلي متواجدين إن شاء الله غدا في كل التدريبات الجماعية، سواء برستاو أو ميكيسوني أو أيضا كريم فؤاد أو حسام حسن زي ما حضراتكم شفتوا اللي متواجدين من النهاردة. أيضا النهاردة دوري أبطال إفريقيا يتغنى بإمكانيات المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، وكتب حساب دوري الأبطال على موقع تويتر تعليقا على فيديو عمله الحقيقة كده لأليو ديانج طوال فترة وجوده أو لعبه في دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، قوة ومهارة ودقة، هكذا كان أداء نجم وسط الأهلي في الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا. ودايما الأهلي الكبير ما بينساش بقية الأندية، والأهلي بيهنئ نادي الترسنة بمناسبة المئوية. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على تهنئة نادي الترسنة بمناسبة احتفالاته بمرور 100 سنة على تأسيسه، والنادي الأهلي أرسل برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الترسنة برئاسة طارق السعيد. قال فيها كابتن محمود الخطيب: كابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة وجماهير وأعضاء النادي الأهلي يتقدمون بخالص التهاني لنادي الترسنة العريق ومجلس إدارته ومحبيه بمناسبة مرور 100 عام على هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة، ويؤكد النادي الأهلي اعتزازه بهذه المناسبة التي تعكس تاريخا مضيئا وحافلا لقلعة الترسنة التي كثيرا ما كان لها دورا بارزا في دعم كل المنتخبات الوطنية على مر الأجيال.
زي ما قلت لحضراتكم دايما النادي الاهلي واللي بيحصل داخل النادي الاهلي بيعتمد على شيء واحد بس. بدأوا مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي منذ أن تم انتخابه في شهر نوفمبر 2017 كان هناك سلوجان كده: عائلة الأهلي. عائلة الأهلي دائما ما تكون هي الأساس في كل حاجة بتحكم مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترات السابقة. فالنهاردة الحقيقة أو يوم الجمعة إن شاء الله سوف تنطلق بطولة عائلة الأهلي الودية للشطرنج داخل النادي الأهلي بداية من يوم الجمعة وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، وتنطلق المواجهات في فرع الأهلي بالشيخ زايد يوم الجمعة ويعقب انطلاق المنافسات في فرع مدينة نصر، وتختتم في مقر الأهلي بالجزيرة يوم الجمعة 17 سبتمبر. زي ما قلت لحضراتكم دائما ما يكون شعار عائلة الأهلي هو الأساس في كل شيء. وإن شاء الله في الأيام القادمة، أنا بقالي كام يوم بأعلن على هذا الأمر، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك كشف حساب لمجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي بورقة وقلم كده في كل البرامج إن شاء الله في شاشة قناة الأهلي خلال الفترة اللي جاية. النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي في بداية وجوده أو بعد انتخابه ككابتن محمود الخطيب رئيس لمجلس إدارة الأهلي وبقية أعضاء المجلس قالوا هنعمل 1 2 3 4. إيه اللي تم تحقيقه وإيه اللي لم يتم تحقيقه؟ بالمناسبة في حاجات كتيرة جدا أو تقريبا البرنامج الانتخابي كله اتحقق وأكتر منه كمان. هو ده الناس اللي بتبقى دايما خايفة على ناديها، هي دي الناس اللي دايما ما بتفكرش في حاجة تانية، ولكن أنا عندي 70-80 مليون أهلاوي وعندي أعضاء الجمعية العمومية عايز أرضيهم بكافة الأشكال، وأنا اللي باخد القرار دايما. وهو ده الفارق ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وأي حد تاني. مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي بياخد القرارات اللي شايفها من وجهة نظرهم هم أو هي الأصلح للجمهور النادي الأهلي ولأعضاء الجمعية العمومية. شفتوا حاجات كتيرة جدا أو عرفتوا أن حاجات كتيرة جدا حصلت في كل المقرات النادي الأهلي المختلفة، سواء مقر النادي الأهلي في الجزيرة أو مقر النادي الأهلي في مدينة نصر أو مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، وتم أيضا افتتاح فرع النادي الأهلي في الأقصر، وأيضا الأيام القادمة أو يعني حيحدد خلال الأيام القادمة متى سيتم افتتاح أو المرحلة الأولى في افتتاح فرع أو مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. وكده النادي الأهلي هيكون عنده 4 أو 5 مقرات الحقيقة إن شاء الله، إن شاء الله كلها تليق باسم وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي يستحقوا الحقيقة أكتر من كده بكتير كمان. و كل الوعود اللي تم اطلاقها مع بدايه انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي الحالي اللي متواجد لتنتهي فتره ولايته خلال الايام القليله القادمه او خلال الشهور القليله القادمه، كل الوعود اللي تم اطلاقها اعتقد ان هي مش اعتقد انا اجزم على ان كل هذه الوعود تم الوفاء بيها ويمكن اكتر شويه. وده اللي هنقوله لحضراتكم، الورقه بتاعه النادي الاهلي او بتاعه الوعود اللي اطلقها مجلس اداره النادي الاهلي، وهنشوف ايه اللي اتحقق قدامها وايه اللي ما اتحققش من خلال كل مقرات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ان شاء الله ده نوعدكم ان ده هيحصل خلال الايام القادمه. ان شاء الله عندنا مفاجاه ساره جدا تخص جمهور النادي الاهلي سيتم الاعلان عنها خلال الوقت اللي جاي. ان شاء الله بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد سوف تذاع على الهواء مباشرة، وهيكون عندنا استوديو تحليلي قوي جدا 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 على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي سيلاقي نادي الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي. إدارة قناة النادي الأهلي نجحت الحقيقة إن هي تصل في اتفاقات مع بقية القنوات الأخرى إن احنا نذيع هذه المباراة على الهواء مباشرة. إن شاء الله هيكون عندنا استوديو ما قبل المباراة وما بعد المباراة، وننقل لحضراتكم المباراة على الهواء مباشرة في كرة اليد. طبعا السوبر الأفريقي في كرة اليد ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك هيكون مذاع مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيقدم الاستوديو التحليلي كابتن خالد العوضي ومجموعة من النجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين لتحليل هذه المباراة. إن شاء الله خلال الساعتين ثلاثة اللي جاية هيبقى البرومو موجود على شاشة قناة النادي الأهلي. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أحد أهم النجوم اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي في فترة من الفترات امبارح الحقيقة كان معانا عمرو الحلواني، وأنا بشكر حضراتكم جدا على
كل ردود الافعال اللي جات لي شخصيا على حلقه عمرو الحلواني. عمرو من الناس المحترمه جدا واللي بيحبوا النادي الاهلي بالفعل من قلبهم. النهارده هيكون عندنا باك ليفت اخر، هو اسبوع الباكات ليفت، النهارده هيكون عندنا باك ليفت اخر النجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم في حديث خاص جدا للبيت الكبير. ان شاء الله بعد هذا الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، تاريخ كبير وتاريخ حافل مع كره القدم المصريه وايضا الاوروبيه. والله اسلام، زي ما انت بتقول انت وحشني طبعا، وبسلم عليك كل جماهير النادي الاهلي طبعا. بقى لي فتره بمنصب يعني في الشغل وكده مع كابتن ربيع ياسين، كانت الفتره فاتت بتروجيت، هنتكلم عن النقطه دي. فبقى لي فتره ما بظهرش طبعا، اول لما انت قلت لي انت طبعا اخ عزيز لينا طبعا، وشرف ليا الموجود النهارده مع النادي الاهلي. اكيد يا اسلام زي ما انت قلت، النادي الاهلي او 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 المحطات كلها في حياتك كلها تبقى صعبه جدا من الخبرات والحاجات كلها اللي بتتاقلم لما تطلع في منظومه النادي الاهلي وانت صغير عندك 8 سنوات، وتشوف الحلم بتاعك عامل ازاي، وتطلع بره تاني في سن 12 سنه وتقدر تكمل الحلم بتاعك في لعيبه بتقدر تمارسه، وفي لعيبه بتقدر ترجع تاني. مظبوط. لما تروح مزارع دينا وانت عندك 17 سنه وتقدر تكمل وتلعب منتخب الشباب وانت من طريق مزارع دينا، وترجع النادي الاهلي في الحلم اللي انت كنت عايزه، كانت يعني حدث كبير جدا بالنسبه لي ليا. وبالذات كان السن ده او الفتره دي الاهم في حياتي، اللي انا رجعت النادي الاهلي وانا كان الزمايل بتاعتي، كانت عارف الفتره دي ساعتها اسلام كان في كاس العالم بتاع الدكتور محمد علي، كان مواليد 80. فمواليد 80 الله يرحمه طبعا، مواليد 80، فكان النادي الاهلي كان السن دوت اتلغى، فاحنا رحنا نادي النيل وبعد كده رحت مزارع دينا. فلما رجعت كان في زمايل اللي كانوا موجودين، انا مضيت فريق اول عاد فريق اول، وناس ثانيه كانت لسه موجوده زمايل. أيوه. فانت خلي بالك المحطات دي كلها في حياتك بتوريك اللي انت ممكن تبقى زعلان جدا وانت ماشي، بس لما انت مصمم وترجع ثاني في حياتك ربنا كاتب لك الاحسن. وبالذات بقى كمان يعني كان الفتره دي كانت معايا، كنت بلعب في مزارع دينا كابتن احمد رفعت طبعا الله يرحمه. كان هو كان بيحبني جدا واداني الفرصه وانا عندي 17 سنه ان العب، ولعبت منتخب شباب، لعبت كل حاجه. فكان عايز ميوله، كان عايز يودينا الزمالك، يعني هو كان عايز يودينا الزمالك واتكلم معاه كتير. طبعا كابتن احمد رفعت من النادي الزمالك، عايز اتكلم معاه كتير. فقلت له انا اصلا يعني انا اهلي اهلاويه واخويا قبل اي حاجه، وانا كنت بلعب في النادي الاهلي. فلما جالي طبعا الله يرحمه طبعا كابتن صفوت عبد الحليم، هو اللي كنا بنلعب كاس الامم الافريقيه في اثيوبيا، ما قال لي طبعا النادي الاهلي، قلت له ده انا من غير اي حاجه، ده انا يلا جري من غير اي حاجه. أيه طبعا. أيه طبعا. فشرف الواحد بيتمنى طبعا الموجود في النادي الاهلي وانتمائه للنادي الاهلي طبعا. تمام. يعني زي ما قلت لك مشوار طويل فتره وجودك في النادي الاهلي، اعتقد ان مباراه ريال مدريد هي الاهم بالنسبه لك، يعني رغم انها مباراه وديه ولكن الاهم من الناحيه المعنويه. يعني هي خلي بالك الفتره دي كانت السن بتاعنا او العمار بتاعتنا، كان النادي الاهلي بيغير جيل، كان بيعمل غير صغير شويه في السن، كان حسام غالي وانا ومحمد شوقي ورضا شحاته ومجد مصطفى، جيل كبير يعني. كان في ما كان معانا ناس كبيره اسلام زمان شايف كانوا قليلين، يعني كان هادي خشبه طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، عصام الحضري، محمد كانوا فاروق، كانوا لسه صغيرين برضه، كان لسه صغيرين بس يعني. فهي دي كلها، احنا الماتش طبعا حدث وكان اهم لينا ان احنا كنا لسه اول ماتش نلبس فانيله النادي الاهلي. يعني كان احنا كنا مضينا وقعدنا مع النادي الاهلي، بس كلنا احنا رحنا لعبنا كاس العالم في الارجنتين، فما لعبناش ما استناش النادي الاهلي. انا العالم اللي هي ثالث العالم، ثالث العالم. انا مثلا لعبت ماتش كان مع النادي الاهلي قبليه، كان اتحاد جده اللي هو مهرجان اللي هو، ومشيت على طول. ولما جينا كان المباراه الاهم اللي هي كانت ريال مدريد اللي احنا نقدر نشتغل مع النادي الاهلي. يعني فهي بالنسبه لك مباراه مصر كلها عرفت احمد ابو مسلم من خلالها. طبعا هو التعارف، انت كان كاس العالم كان الناس شايفينك اللي انت مضيت النادي الاهلي خلاص موجود. بس التعارف اللي انت تلبس الفانيلا وتلعب على الخط جنب جماهير النادي الاهلي كان اول حاجه ريال مدريد. كانت اول حاجه. وتخيل بقى اول حاجه ريال مدريد. واللعيبه زيدان على ديفيد، على مجموعه كبيره جدا من زيدان، ميكاليلي، روبرتو كارلوس، الناس دي كلها، كان حاجه، كانت فرقه كبيره جدا. كانت فرقه طبعا. كانت المباراه دي كانت عامله ازاي بالنسبه لكم؟ الاجواء طبعا كان حلم بالنسبه لنا، اللي انت بتلعب للناس اللي بتتفرج عليها في التلفزيون، بس انت موجود في النادي الاهلي، نادي القرن وكل حاجه، بس الاعمار اللي كانت موجوده في الملعب كنا صغيرين يعني. انت مع ذلك قدرت تكسب طبعا، انت عندك اصرار. بص يا اسلام، طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي او تربيت في النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي، انت مطالب بالمكسب على طول والتتويج. فدي حاجه حتى الاجيال اللي بعد كده واللي بعديها هتبقى نفس الكلام. دي حاجه غريزه موجوده في لعيبه النادي الاهلي او متربيين في ناشئين النادي الاهلي بنفس الاسلوب دوت. فطبعا احنا احترمنا ريال مدريد، بس انت طبعا بتلعب على ملعبك، الملعب كان مقفول، مناسبه كبيره نادي القرن، فلازم انت كان عندك احساس ودافع ان انت لازم تروح الناس دي مبسوطين، حتى لو نادي القرن ريال مدريد نادي كبير وكل حاجه بطل اوروبا، بس انت بتتكلم اللي انت النادي الاهلي، الجماهير دي كلها لما ترجع مبسوطه اختلاف تاني، يعني اختلاف في الحياه كلها. فاحنا كان عندنا مسؤوليه لازم الجماهير دي نطلعها مبسوطين. مانويل جوزيه قال لكم ايه في الماتش ده؟
مانويل جوزيه صراحه كان اماكن كان قال لنا لا انتوا هتلعبوا نادي اوروبا وكل حاجه، يعني بطل اوروبا وكل حاجه، بس انت طبعا انت لعيب نادي القرن الافريقي، انت نادي كبير، العب بالشغل بتاعك ما تخافش. هو كان خايف شويه او يعني قلق شويه من اللي انت عنصر اللعيبه اللي موجوده او الاعمار اللي موجوده كانت صغيره. يعني مثلا كنت انا صغير 19 سنه، حسام غالي كان 19 سنه، عادل مصطفى لما نزل كان صغير، في ناس كتير كانت صغيره، شيتوس وابو المجد، ابو المجد مصطفى نزل بعد ربع ساعه، فالاعمار كلها كانت صغيره. الكبار اللي كان في الملعب كان يعتبر الحضري وخالد بيبو و يعني كانوا ثلاثه ثلاثه، وائل جمعه، وائل جمعه علاء ابراهيم، يعني هم دول اللي كانوا موجودين في الفرقه كلها. فهو بس كان يعني متخوف، اللي احنا طبعا الانتخاب يعني 17 سنه 18 سنه المسؤوليه، بتلعب قدام مثلا روبرتو كارلوس ولا فيجو ولا اللي كان بيلعب قدامك الناحيه الثانيه، انا جيريمي الباك ليفت بتاع الكاميرون. بس انت خلي بالك انا في ترقيصه حلوه على الرقص، رقصت له واحده حلوه انت، انا فاكر اللعبه دي. ولكن يعني ما خفتش او ما قلقتش او اي حاجه اثناء هذه المباراه؟ هي طبعا اكيد طبعا، انت خلي بالك اللي انت ما بتلعب قدام، انت طبعا اسلام عارف ان انت بتلعب قدام ناحيه اليمين او ناحيه الشمال على الاطراف، فانت ناحيه الجماهير، فانت كل حاجه انت كل حاجه بتخش في ودانك طبعا على طول. الكلمه مش زي دلوقتي، خلي بالك دلوقتي الدنيا مختلفه، انت ممكن تلعب 3 سنين ما فيش حاجه. دلوقتي بتلعب الجماهير كلها يعني بتسمع الصوت لما ترقص واحد وبتسمع الاه دي بتديك اللي انت باور 1000%. فاحنا كنا بنشتغل مثلا، اول انا كنت متعمد اول كره تجيلي لازم عايز اعدي بيها، عشان لو عديت بيها الدنيا هتاخد ثقه في نفسك، وهتقدر الراجل قدامك برضك هيقلق شويه منك. فانا اول كره جت لي حتى جيريمي دوت عديت منه بشكل كويس، اللي هي كوبرا عديت منه بشكل كويس. بعد كده بقى استريحت لميت الجماهير هيصت، فقلت بقى الدنيا لا خلاص الموضوع ثقه جت، خلاص ثقه جت لك، وانت عايز تعمل حتى الكره اللي بعديها دخلنا لجوه ورقصت، الدنيا اختلفت. جمهور الاهلي مختلف بصراحه، الجمهور الاهلي حاجه تانية خالص. انا طبعا كل حاجه بص اسلام متوفره دلوقتي الا العنصر الجماهير، يعني انت فاهم انت دلوقتي الدنيا مختلفه. اتمنى يا رب ان احنا نشوف ان شاء الله، نتمنى وترجع تاني، عشان جماهير النادي الاهلي دي المتعه ودي الحياه وده الدافع ليك، يعني ده اللعيب رقم واحد في النادي الاهلي. الجماهير دي يعني كل حاجه موجوده الا الجماهير، اللي هي المتعه كلها في كره القدم موجوده، فحتى الكره للجماهير، يعني هي الكره للجماهير. فالجماهير دي طبعا بتشيلك في وقت كبير جدا، وهي صاحبه الفضل على الناس كلها وعلى اللعيبه كلها الموجوده. ايوه، خلينا بقى نروح لمنطقه اخرى. وقبل بس ما اتكلم عن مشوارك وحياتك خلال الفتره اللي فاتت، لكن انت دلوقتي موجود مساعد مدرب مع كابتن ربيع ياسين، مظبوط؟ شايف الوضع زي انت بتروجيت واحد من الفرق اللي اثبتت نفسها خلال فتره طويله جدا في الدوري العام المصري، ولكن بقى لنا سنتين هم ما بنشوفش بتروجيت في الدوري العام الدرجه الاولى، يعني اللعب في الدوري درجه تانية، وجود نجم كبير واسم كبير ورمز الحقيقه كبير كابتن ربيع ياسين، اعتقد حاجه مهمه جدا. بص يا اسلام، زي ما انت قلت كابتن ربيع ياسين طبعا نجم كبير، والواحد بيتعلم منه كلاعب. انا هو كان مثل الاعلى وانا لعيب كوره كنت بحبه جدا، والحمد لله انا اشتغلت معاه في التدريب، احنا لسه ماسكين يعني كابتن ربيع، خلي بالك المسؤوليه بتروجيت لسه ماسكها السنه اللي فاتت، يعني مسكنا اواخر السنه بعد 16 بعد 16 ماتش، يعني يعتبر نقول الدوري يعني يعتبر نصه كان خلص، يعني انت فاهم ازاي. كابتن ربيع اشتغل واحنا بنشتغل معاه، وكابتن ربيع مجتهد جدا وبيشتغل في كل حاجه، يعني من اكتر الناس اللي بتتعب في الملعب وبره الملعب. وصلنا لقبل نهائي في كاس مصر، احنا قبل نهائي دلوقتي، وما كانتش حصلت في بتروجيت او في تاريخ بتروجيت حتى، هم في الدوري ممتاز ما وصلوش قبل نهائي كاس مصر. والسنه لو الاهلي لو وصل قبل النهائي هيلاعب بتروجيت، تمام كده. فكابتن ربيع وصلنا مع بتروجيت وفي اللقاءات كلها، والدور الثاني اكتر فرقه واخده اعداد بنص الدور الثاني كانت بتروجيت، احنا حتى كسبنا الاول اللي هو كان بورتو السخنه طبعا كان موجود، وكسبنا الداخليه، وكسبنا الفرقه اللي بتنافس كلها، وكسبت منتخب ترسانه باركو. لا احنا كنا مجموعه القاهره. فانت كسبت كل الناس اللي هم الابطال، فانت وسعت الطريق لكوكاكولا، يعني احنا لو احنا جايين مثلا الماتش اللي احنا جايين بدري ثلاث يعني اربع ماتش او خمس ماتش فرق معانا ستة بونت، احنا خامس او خامس خامس دوري. يعني احنا كنا واخدين، يعني كابتن ربيع كان واخد الفرقه الثالث من تحت، الثالث من تحت يعني الثالث من تحت، ده انت عايز معجزه لما توصل بالمستوى اللي انت توصل قبل نهائي كاس مصر باللعيبه انت ما اخترتهاش وما كنتش انت اللي واخدها من اول السنه، وتوصل تفنش خامس، ده حاجه انجاز كبير طبعا. ولسه ان شاء الله السنه دي ربنا يسهل، ربنا يكرم ان شاء الله. استعدوا ازاي بقى للدور قبل النهائي لكاس مصر في ظل خلاص اتحددت الادوار، واعتقد انتوا بقى لكم فتره طويله واقفين، كنتوا يعني واقفين؟ لا ما فيش، احنا كنا شغالين كل يوم، شغالين كل يوم. خلي بالك انت كاس مصر برضك اسلام في مشكله، انت مش عارف هيتحدد امتى، لسه متحدد نيمتي مين بالظبط. انت ما كنتش عارف، انت ممكن تلعب جديده، كنت ممكن تلعب، عارف تلعب بكره، ممكن تلعب بعد اسبوع، ممكن تلعب بعد 10 ايام، بالذات انت عندك الاحداث اللي موجوده على الساحه
فيها طبعا احنا مشفقين فيها ارتباطات كبيره جدا، فيها انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هيشارك في افريقيا مصر. عندك منتخب مصر هيشارك ازاي، فكانت الدنيا مشكله كبيره جدا، التواريخ كانت مشكله جدا. فدلوقتي احنا مشغلين كل يوم وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. المباريات اللي زي اللي يعني انت بتلعب في دوري الدرجه الثانيه ووصلت قبل نهائي كاس مصر، بتدي للاعيبه دفع ازاي؟ لان انت في الغالب يعني لو الاهلي في الاهلي هيلعب في دور ال 16، لو كسب هيلعب في دور 8، لو كسب هيلعب بتروجيت في الدور قبل النهائي، بتدي دوافع ازاي للعيبه في الوقت ده؟ والله اسلام زي ما انت قلت كابتن ربيع عنده من الخبرات من الحاجات دي كلها بشكل كبير جدا. كابتن ربيع واخد بطولات افريقيا مع منتخب السن اللي هو بتاع الشباب والناشئين، فعنده من الخبرات وخبرته الدوليه والانديه اللي كان ماسك فيها، فهو عنده الدوافع، بيقدر يشغل كويس جدا، بيقدر يشتغل على الشخصيه وتحمل المسؤوليه بشكل كبير. فدي كلها خبرات عنده بيقدر بيوصلها للعيبه بابسط شكل موجود، والحمد لله احنا ماشيين بخطى مستقيمه وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله يا ابو مسلم في الدوري الدرجه الثانيه، وتشوف بتروجيت يعود مره اخرى الدوري العام المصري، لان بتروجيت الحقيقه طول عمره دايما من ساعه ما طلع للدوري العام الممتاز يعني في الدرجه الاولى، بتروجيت له ادوار كبيره جدا في الدوري الممتاز، فنتمنى لكم يا رب كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. النهارده الحقيقه بعد ترقيصات كتير عملها احمد مجاهد، المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري، فوجئنا باسم بتعتقد ان هو جيد ولا لا من وجهه نظرك كارلوس كيروش، اختيار كارلوس كيروش كمدير فني للمنتخب الوطني، هل شايفه جيد ولا لا؟ هو الاختيار جيد، انا شايفين طبعا الراجل السيرز يعني او السي في بتاعه بشكل مميز جدا، بس انا معترض على حاجه واحده. اتفضل. عنصر الوقت، انت عندك عنصر بالزبط. الوقت عندك مشكله، انا ممكن ابدا بالراجل دوت في فتره كانت من بدري قوي، اقدر اديله الصلاحيات واديله الشكل ويتفرج على الدوري المصري ويشوف خامه اللعيب المصري ايه والامكانيات اللي تصلح ايه والناس الموجوده بالظبط واختياراتك ايه. تخلي بالك هو لازم يكون عنده قوام اساسي بيقدر يشتغل عليه. مظبوط. فانت الوقت جايبه في عنصر وقت، انت عندك توقف مثلا اقل من شهر عشان ماتش ليبيا. ماتش ليبيا 9 و12، الماتشين 9 و12. طيب انت هو يقدر هيشتغل ازاي؟ هيعرف اللعيبه دي منين؟ هيحقق الاستراتيجيه بالشكل بتاعه ازاي؟ الجهاز المعاون ما يبقاش له دور يا مس... يعني انا معاك. كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كلها اسماء يعني بسم الله ما شاء الله كبيره جدا. حلو قوي، حلو قوي. يعني كابتن ضياء عارف كل لعيبه الدوري المصري، شوقي عارف كل لعيبه الدوري المصري، حضري عارف كل لعيبه الدوري المصري. انا معاك مفيش مشكله، بس الشكل هم عارفين طريقه الراجل او الشغل بتاع الراجل هيشتغل ازاي؟ لا. هيعرف يلعب 3-4-3-2-1 ولا هيشتغل 4-3-3 ولا هيشتغل السيستم بتاعه ايه؟ او لا. هو بيعتمد على ايه؟ احنا كنا بنتكلم مثلا على كوبر، بنتكلم عليه كورقه وقلم، الراجل كان ناجح بس كان اداء الممتع بتاعه او الجمالي مش موجود زي كابتن حسن شحاته، بس كوبر كان بيشتغل بحاجه مميزه جدا اللي هو ليه طريقه لعب، ليه هويه، اللي نتكلم عليه ليه شخصيه، ليه شكل في ليه شخصيه اللي هو بيعتمد مهما كان نقول مثلا بيعتمد على محمد صلاح من الجنب او تريزيجيه او تريزيجيه، بس انت عارف هو ناجح فيها، يعني تريزيجيه بيعدي من الجنب يجيب لك ضربه جزاء، محمد صلاح يقدر يشتغل واحد على واحد ويقدر يجيب الحته دي كلها. فاحنا بنتكلم الشكل، انت هتقدر توصل في المرحله دي ايه؟ او انت التارجت بتاعك للفتره دي ايه؟ فانا كنت من وجهه نظري كان لازم مدير فني وطني شايف الدنيا كلها في الوقت ده بالذات. انا اقدر اجيب مثلا عندنا اسماء كبيره وعندنا كوادر كبيره، ليه ما نديش اللعيب المدرب المصري مع احترام الناس الموجوده، الناس اللي عندها خبرات الدوليه، تخلي بالك مش اي مدرب مصري وخلاص، طبعا لازم يكون على الاقل مثلا لعيب دولي عارف يتحط تحت الاجواء دي ازاي، يشتغل ازاي. انت شفت حتى كل الترشيحات او كل الناس كانت بتتكلم على كابتن حسن شحاته طبعا، وده يعني ما ينفعش نتكلم عليه عشان راجل لا كابتن حسن خارج التقييم خالص، بره التقييم. مظبوط. انت كنت بتتكلم على كابتن ايهاب جلال وحسام حسن. فالاثنين مدربين كبار، بس هنا بتفرق اساسا زي ما احنا قلنا الخبره الدوليه واللعيب الدولي او اللعيب اللي هو الشخصيه اللي بيقدر يتكلم فيها. كنت شايف المرحله دي انا كنت متعاطف مع حسام، يعني كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن. انا كنت متعاطف، يعني هو المرحله دي اسلام عايز الراجل ده او الشخصيه دي. اوكي. بنتكلم الشخصيه دي اللي هي قويه تقدر تشتغل، هتقدر تقول له مش هعمل متوشه، يقول لك لا هعمل متوشه، هعمل معسكرات، هيبقى ليه يقدر يتكلم. انا كنت بتكلم في الشخصيه دي، الوقت دوت وقت صعب جدا، انت خلي بالك ان جينا نتكلم انت عندك عنصر صعب جدا اسلام موجود دلوقتي، عنصر الاجهاد. اللعيبه كلها خلاك ما خدتش راحه 5 ايام او 10 ايام او 7 ايام ما يعملوش حاجه في لعبه الكوره. بالظبط. فانت عندك لعيبه مجهده وجايه والناس جايه من الاولمبيات، والنادي الاهلي كان بيلعب افريقيا وبيلعب بطولات وكل 3 ايام ماتش، فده كله اجهاد. فانت لما تيجي تتكلم، وده اللي اثر مع كابتن حسام بدري خلي بالك بشكل كبير جدا اللي نتكلم عليه. الراجل اتاثر، هو ما عملش طبعا متوشه وديه، هو كان لازم يسمع على متوشه وديه زي كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي، كنت لازم احط انا اجنده دوليه هلاعب كذا هلاعب كذا هلاعب كذا، عشان بعد كده اللي بيجي يتحاسب اسلام زي ما انت بتشوف خلاص انت اللي بتتقيم. ما يجيش حد يقول لك لا انت احنا ما عندناش متوشه، لا انا هعمل متوشه،
وانا هشتغل فدي الشخصيه اللي انا اقدر اعمل متوشه، اقدر اشتغل واقدر ابين وجهه نظر، عشان لما تيجي يحصل تقييم في الاخر انت اللي هتقيم، محدش هيقيم غيرك. وده اللي حصل مع كابتن حسام. ما هو ده الطبيعي يعني، بنتكلم عليك انت لما تيجي تتكلم، انت بتلعب منتخب مصر اسم كبير ليك جميع الصلاحيات، اشتغل جميع الصلاحيات عشان بعد كده لو حصل اي حاجه انت اول واحد، انت رئيس الجهاز الفني، انت مدرب مدير فني منتخب مصر. صح. فما ينفعش حتى لازم يكون عندي حد يحط لي الجدول او يحط لي التارجت بتاعي او البلان بتاع الفتره ديت، اللي انا هعمل ماتش يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، اقدر احط يعني اقدر اقول لهم للاتحاد الكوره البرنامج بتاعي هو اتفضل، زي ما الناس كلها بتعمل، المنتخب الالماني بيعمل كده، المنتخب الالماني وبلجيكا بيسكنوا المتوشه لمده 6-7 شهور قدام. ما بس دول حافظين عارفين الدنيا عندهم ماشيه ازاي. ما فيش مشكله، ما احنا بنتكلم احنا نتعلم مش هنبقى نوصل للتوب، بس انا بتكلم على الاقل يعني تقدر تنظم نفسك يا استاذ 2-3-4 شهور قدام مستحيل، لازم هتنزل نفسك. لا يعني انت برضو خلينا نتكلم في النقطه دي لان نقطه مهمه جدا. طيب خلينا نطلع فاصل الاول يا مسلم عشان النقطه اللي جايه دي نقطه مهمه جدا. هل لو كان هناك مشروع طويل الامد مع كارلوس كيروش خلال الفتره القادمه بالنسبه لمنتخب مصر، هل ده ممكن يغير رايك شويه؟ هنسمع اجابه كابتن ابو مسلم ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، شايف او اذا كان هناك مشروع طويل الامد زي ما قال المهندس احمد مجاهد في بعض لبعض مصادرنا، يعني قال ان هناك مشروع طويل الامد ما بين الاتحاد المصري وكارلوس كيروش خلال الفتره القادمه، هل ده وفنجاده طبعا واعتقد ان فنجاده له الدور الابرز في هذا الامر، هل تعتقد ان ده ممكن يغير وجهه نظرك؟ بمعنى انا عايز اكسب ماتشين ليبيا وعايز احقق طموحات الشعب المصري من خلال في امم افريقيا القادمه وفي كاس العرب القادمه، ولكن في نفس الوقت في مشروع طويل الامد. ما ده اللي بنتكلم فيه، او ده الطبيعي اللي هو الناس كلها في اوروبا ماشيه عليه، اللي هو انت تعمل خطه اسمها طويله الاجل. خطه طويله الاجل دي مثلا 4 سنين أو 5 سنين اقدر اعد مثلا كذا منتخب اشوف وصل لحد ازاي وهنشتغل نفس الطريقه ونفس الشكل ونفس الفريق الاول بيشتغل عليه. ايوه ده اللي بنتكلم عليه. هو الراجل بيشتغل على سيستم معين، عايز كل الستاف اللي تحته او كل المنتخبات اللي بتشتغل هي نفس الشغل بتاعه. أوكي. عشان لما يستعين باي حد منتخب اولمبي او شباب او اي حاجه بيستعين المنتخب الاول لازم ما يحسش ان هو غريب، يشتغل على نفس الشكل يعني يشتغل نفس الشغل بتاعه ونفس السيستم اللي هو شغال عليه. ايوه بس نتمنى ده اللي بيقولوا لك عليه شغال في يعني مثلا صوره زي ما احنا شفناها معظم العالم كله معظم العالم بلجيكا منتخب بلجيكا مصورنا وهم عندهم 14 سنه و13 سنه لحد لما وصلوا لوكاكو دي شفت الناس صوره عامله ازاي وهزر الناس كلها صوره وهم صغيرين هم كانوا عاملين التارجت دوت او هيحققوا التارجت دوت فاحنا نتمنى ونتمنى حاجه ثانيه نقطه كمان يا اسلام الراجل كمل او ما كملش اللي يجي يكمل من وصل مثلا راجل 60% 70% يكمل على نفس الشغل ده انت شفتها فين هنا دي ما حصلتش ما انا بقول لك كل المدربين اللي بيجي بيخلص على اللي فاته بيبتدي من جديد دي بقى مشكله كبيره اللي احنا بنبتدي مثلا انا بدات من 50% او 40% المفروض خلاص اكمل وابتدي اشتغل واطور في الحته اللي عندي فانا واقص فيها واشتغل عليها لا احنا بنهدم تاني السور وبندخل ناس ثانيه جديده وبنطلع ناس بره وبندخل فده كله اللي خسران فيه المنتخب فاحنا بنتكلم في كده اللي احنا عايزينه هنكمل بالراجل مقتنعين بسياسات الراجل مقتنعين بشغل الراجل نكمل لو لقينا الموضوع مختلف يبقى احنا من اول الطريق نقدر يعني نقدر ونحط اوبشن في العقود برضك يا اسلام لازم تخلي بالك بره كره القدم بقت صناعه وبقت سبونسر وبقت ماركت وبقت كل حاجه لازم اجيب مثلا الراجل دوت هشوف هشتغل ازاي واحط شرط في الجزائي في العقد بتاعي لو انا في فتره معينه ما حققش اللي انا عايزه او التارجت 1-2-3-4 نقدر نطلع الموضوع بسهل جدا زي ما الناس بتشتغل عشان ما اجيش اقول لك احنا قعدنا مع كوبر ده لك شرط الجزائي مثلا ما شرط الجزائي بتاعه كبير وشويه يطلع ايه لا انا لازم اتكلم انا الاقوى انت جاي مصر بلد كبيره فلازم اشوف احضر حد على قد مستوى الحدث يعني اسم كبير على قد مستوى الحدث اللي نشتغل عليه. طيب انت شايف كارلوس كيروش هينجح مع المنتخب ولا لا؟ من السي في من رؤيتك مش شرط خلي بالك وخلي بالك في مدربين كبار جدا بتشتغل مع منتخبات ما بتحققش النتيجه اللي هم عايزينها والعكس صحيح زي ما احنا بنشوف مثلا جينا نتكلم على مثلا مش بنقول منتخبات نقول مثلا انديه يعني انت مثلا كان مثلا مانويل جوزيه لما جينا ما كانش نفس المستوى اللي كان موجود فيه الفتره اللي بعد كده انت فاهم ازاي النادي الاهلي هو برك عمل اسم كبير وحطه على الساحه بشكل كبير جدا فزي ما بكلمك دي نقطه موجوده مش شرط ممكن يكون لما انا اجيري ده كان مدرب كبير اسم كبير هنروح بعيد ليه هو اسم كبير وشكل كبير يعني اسم كبير وليه منتخبات كبيره جدا وسفي قوي جدا ما حصلش برضك اللي احنا عايزينه او اللي احنا مقتنعين ما حققش التارجت بتاعه طارديلي لما جه مع منتخب مصر لعيب كبير مدرب كبير ومسك في ايطاليا وحاجه كبيره جدا برضك ما نجحش فاحنا بنتكلم مش شرط انا مش شرط اللي انا راجل الدافع او الدوافع اللي عنده هيقدر يحققه لي في الفتره دي ولا لا ده اللي بنتكلم عليه هيقدر يتاقلم هيقدر يعرف الاجواء الافريقيه هيقدر المساعدين بتوعه اقوياء اللي هم ده برافو عليك ده السؤال هل دور بقى كابتن ضياء وكابتن شوقي محمد شوقي وكابتن عصام الحضري اعتقد لهم دور كبير خلال الفتره على الاقل الاولى
طبعا كابتن ضياء طبعا بنتكلم واتمرن معاه، مدرب كويس جدا اكيد هينقل له الصور الرؤيه بشكل كبير جدا. محمد شوقي طبعا ده اخويا طبعا، بتمنى له التوفيق والف مبروك طبعا على المنصب الجديد. شوقي الواحد مقتنع بيه جدا، محمد شوقي مدرب شاطر، مدرب مجتهد، بيقدر يشتغل بشكل كويس جدا، عنده شغله بيحب شغله جدا. فانا شايف شوقي برضك كادر كويس، من ضمن الكوادر القويه اللي موجوده في مصر. والحضري طبعا الفتره اللي فاتت انا كنت على اتصال بيه، كان بيطور نفسه، بياخد دورات كتير في مظبوط في الاتحاد الاسيوي، بس كان دوره في اسيا. فالشغل انا شايف ده حقهم الطبيعي اللي هم موجودين، وده الطبيعي اللي هم موجودين فيه. دلوقتي الكوره بقى تطور، بقت علم، ما بقتش زي مش ممارسه. دلوقتي بقى علم، وعندك انديه كتير او منتخبات كبيره جدا المدير الفني بتاع هنروح مورينيو، ما راجل برضك ما كانش لعيب كبير، انت فاهم ازاي، وما لعبش كوره، هو راجل دارس. فاحنا بنتكلم على دلوقتي بقى التطور والشكل الجديد، او اللي انت تقدر تتاقلم مع العالم او المنتخبات القويه بالعلم. لازم اطور نفسي، لازم اخد دورات، لازم اشتغل. على بمناسبه التطوير والعلم، ان كارلوس كيروش مدرس مساعد او مدرس في جامعه لشبونه في البرتغال وفي نجاده كمان، فاعتقد ان هو وبيدرس لمجموعه كبيره من الطلاب يعني. طبعا خلي بالك فينجادا لما احنا كنا مثلا بنسافر البرتغال مع مستر مانويل جوزيه كان اسمه بروفيسور، هم هناك مسمينه هو معروف. فينجادا خلي بالك، فينجادا مشهور جدا في البرتغال واسم كويس خلي بالك. بس احنا بنتكلم على يعني على 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 الصعيد اللي هو الدولي او المنتخبات. ما مسكش منتخبات قويه يعني، انت فاهم، اوزباكستان، المنتخبات اللي هي اللي هو نتكلم عليه اللي هو الثالث او الصف يعني التغيير، يعني اللي هم المستوى الثالث او الثاني او كلام من، مش منتخبات توب. فاحنا بنتكلم نتمنى طبعا التوفيق او الاختيار يكون صح الفتره ديت، عشان الناس متعطشه والجماهير متعطشه اللي نشوف منتخب مصر ايام الكابتن حسن شحات. ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو انت بتشتغل اداء مميز مع نتيجه، ودي معادله صعبه جدا الايام الفتره طبعًا ديت طبعا. فلازم اللي يجي لازم يشتغل بجد، لازم يحقق بجد، يشتغل لصالح مصر الفتره اللي جايه، اللي انا هقدر اعمل جيلي ازاي، هحقق ازاي، عايز انجح. وانا شايف يعني شوقي او الحضري او كابتن ضياء يعني عندهم اللي هم عايزين ينجحوا، فشايف دي ممكن دافع مع الراجل يعني. طيب على الجانب الاخر، هناك اسماء مرشحه لاداره المنتخب، كابتن بركات ولكن اسهمه قلت شويه، لغايه امبارح الحقيقه كانت 50 50، النهارده اقل شويه. كابتن وائل جمعه، كابتن ايهاب لهيطه، كابتن عبد الحليم علي برضو من الاسماء اللي جايه من بعيد يعني. ف شايف مين انت الاقرب من هذه الاسماء اللي يكون مديرا للمنتخب الوطني؟ ده انا شايف مين الاقرب كشغل. ولازم تجيب برضه خلي بالك، لازم تجيب قدر قوي او شخصيه قويه بتقدر تشتغل في وقت معين، بتقدر تجيب اللي المدير الفني طالبه منها. يعني ما تشتغلش بمزاجه، يعني اشتغل اللي هو الراجل عايز يحقق له الوقت دوت، اقدر اجيب اسكن ازاي، اقدر اجيب الشغل ازاي، اقدر اشتغل. بركات الفتره اللي فاتت كان شغال مميز جدا، وكان شغال بشكل هايل، واحنا الواحد من الناس اللي بيحبها يعني. بس لسوء الحظ اللي هي الفتره ديت ما كانتش نوعا ما، او التغيير اللي حصل كان موجود مع كابتن حسام، نتمنى له طبعا التوفيق. نتكلم أنا بس عايز وحضراتكم تتكلموا، دي تويتت موسيماني ابو مسلم واحنا بنتكلم، هو كان موسيماني بيتكلم عن او ليه صوره مع كارلوس كيروش، وبيقول عليه البروفيسور كارلوس كيروش قال يور سي في سبيك، يعني السي في بتاعك بيتكلم عنك، يو هاف ماي فول سبورت، يعني انت كل دعم ليك، اولويز ا بليجر تو بي ويز يو، يعني مبسوط ان انا او بيسعدني ان انا اكون معاك، ويلكم تو ايجيبت، يعني مرحبا بك في مصر. موسيماني وتويته خاصه للبروفيسور كارلوس كيروش، بمناسبه يعني احنا بنتكلم على ان هو استاذ في جامعه لشبونه مع فنجاده، وكلام محترم الحقيقه من بيتسو موسيماني. وخد بالك برضو لما موسيماني بدا التدريب كان كارلوس كيروش اعتقد سنه 2000، لان انا لعبت ماتش في ضد كيروش لما كان ماسك منتخب جنوب افريقيا، وكان الكابتن جوهر الله يرحمه هو اللي ماسك المنتخب. كان لسه بادئ موسيماني التدريب لما كان كارلوس كيروش ماسك الاداره الفنيه للمنتخب جنوب افريقيا. فاعتقد ان الحمد لله، يعني انا شايف ان الامور جيده، وجهه نظر انا، أن يستطيع اتحاد كرة القدم المصري أن يصل لاسم كارلوس كيروش في وقت قياسي في يوم أو في يومين، أعتقد ده شيء جيد. احنا مش مختلفين يا اسلام طبعا. ولكن انت دايما ميال لجهة ان احنا الوقت لا قصير. انا بختلف في الوقت قصير. الوقت قصير خلي بالك، ومطالب الامور زادت صعوبة كمان لما عندك ليبيا كسبت اول امبارح، منتخب ليبيا الشيء امبارح كسب امبارح، كسبت اللي هو كسب 2-1 1-0 بالظبط، كسب 1-0 في اخر ربع ست نقاط. طبعا فهو متصدر دلوقتي، فدلوقتي هو بيعمل عليك ضغط،
فانت لازم نجيب حد دلوقتي بيكون يعني مدرك بكل كبيره وصغيره في المنتخب. احنا مش متعذرين على الراجل، احنا متعذرين بس على التوقيت بالظبط، التوقيت هيقدر يشتغل في الوقت ده، المساعدين والسبورت اللي معاه هيقدروا يشتغل معاه بشكل كويس، ينقل له كل صغيره وكبيره، هيبقى فيه ثقه في الفتره دي يقدر ياخد منهم بشكل كويس، فده كله اللي احنا نتمناه طبعا الفتره اللي جايه. انت عارف كارلوس كيروش كان ماسك في اسبانيا ريال مدريد في اسبانيا وكسب اسبانيول 2-1، مين اللي كان ماسك اسبانيول في الوقت ده؟ كان كليمنتي ده اللي هو المدير الفني للمنتخب الليبي دلوقتي اللي انت هتلاعبه الماتش الجاي. فكارلوس كيروش كان كسب كليمنتي قبل كده في الدوري الاسباني، بس ده من 20 سنه ولا من 21 سنه بسيطه، فكان او 2003 اعتقد الكلام ده، فعنده خبره جيده مع كليمنتي نفسه اللي هو المدير الفني لليبيا. هل ده يفرق ولا لا؟ اكيد هو عارف الشغل بتاعه ازاي. انت خلي بالك برضك كل مدير فني وليه الاستراتيجيه بتاعته واللعيبه والادوات اللي بيختار عليها. يعني مثلا مانويل جوزيه كان ليه بيشتغل ثلاثه القدامانيين دول بخط واحد اللي هم راس حربه اللي هو الوهمي اللي موجود، والثلاثه اللي هو كان هم اللي بيخشوا هم اللي بيعملوا الشغل كله، فهيبقى عارف الشكل بتاعه وهيبقى حافظ الشكل بتاعه. بس انت خلي بالك الفتره بعيده جدا، فالتطور الدنيا اتطور بشكل كبير، فممكن يكون في اختلافات في حاجه معينه طبعا. ممكن الراجل في اول بدايه يعني من هنا لسنه يعني من سنه الدنيا بتختلف، فدي مسافه كبيره جدا، فممكن يبقى الشكل هيختلف شويه. بس دي طبعا السمات والشخصيه بتبقى موجوده، فهو الراجل هيبقى عارف يتعامل ازاي. بس احنا بنتكلم اللي هو الادوات اللي معاه دلوقتي ايه. الادوات الموجوده هتقدر تسمح له يشتغل يطبق الفكر بتاعه اللي هو موجود عليه. انت عندك مجموعه جيده جدا من اللعيبه. انا معاك، بس هو انت بقى المفروض انه كمدير فني، وانت تقول لي انت افضل مني انك تقول لي الكلام ده، المدير الفني بيضع فكرته بناء على اللي في دماغه ولا بناء على اللعيبه اللي معاه؟ لا على الاثنين، اللي انا في دماغي الخطه بتاعته واللعيبه مش قدرت تنفذها لي هقدر اعمل شكل اشوف البديل، او لو انا في دماغي اللعيبه مش نفس الشكل اللي انا محتاجه او اللي انا مش هتقدر تأدي لي هقدر اعمل حاجه بديله تقرب الاثنين مع بعض. بس وفي مدرسه ثانيه تقول لك لا انا هشتغل بالسيستم بتاعي وهم هيتاقلموا ويشتغلوا زي ما انا عايزه. هو كارلوس كيروش من السيستم ده اللي هو بيضع خطته، لان احنا الحقيقه يعني لما تم الاعلان عن كارلوس كيروش عشان كده احنا درسنا الموضوع، يعني فريق الاعداد درسنا الموضوع مع بعض علشان نقدر نتكلم عن كارلوس كيروش طبعا لجمهور النادي الاهلي. فهو بيامن دفاع كويس جدا ومش مندفع، وفي الغالب بيلعب 4 2 3 1 وهي الاقرب، ما عندوش اندفاع كبير، ما عنده تامين جيد لخط الدفاع، فده اعتقد يتناسب مع شكل منتخب مصر حتى مع كوبر. وخلي بالك انا كنت اقول لك هو قريب من كوبر، هو بيعمل توازن بين الخط من الدفاع للهجوم. وعنده يعني شفت منه حاجات شويه اللي هو عنده فئات اقرب وقت من السرعه او من الوقت اللي بيقدر يعمل ميس باص بيوصل لاطراف الملعب بشكل كبير. هو من مدرسه اللي هو على اطراف الملعب اللي هم عنده الوينجين بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. اوفرات ولا قطع الجوه؟ لا قطع الجوه، يعني نفس طريقه صلاح، او هو قريب من كوبر شويه. خلي بالك هي النقطه اللي هو قريب من كوبر شويه، بيعتمد على الشكل اللي هو عنده السرعات، لازم الطرفين الملعب يكون سرعه جدا بيشتغل عليه بشكل كبير. الحقيقه قعدنا ندور على مين الوكيل بتاعه، يعني في بعض الاخبار بتقول ان رامي عباس هو الوكيل بتاعه، ولكن بعض الاخبار على السوشيال ميديا يعني بتقول كده، ولكن ان عرفنا يعني ان رامي عباس مش هو وكيل كارلوس كيروش، وبالتالي الكلام اللي بيتقال ان انت عارف طلع قال لك ان صلاح هو اللي اقنع اتحاد كره القدم بوجود كارلوس كيروش هذه الفتره. لا طبعا انت بتتكلم محمد صلاح نجم كبير وحاجه كبيره جدا، خلي بالك كلاعب مصنف او لعيب رمز موجود دلوقتي، فطبيعي انا شايف شخصيه صلاح او صلاح بعيد عن الحته دي خالص. بس انت بتتكلم دلوقتي في الميديا او في السوشيال ميديا في من رغم كره هبد شويه، فيقول لك ايه انت فاهم ازاي اللي هو عايز يخلي الموضوع يتشاف بتاعته او القرايه بتاعته في سخونيه شويه، اللي هو الموضوع يعني عايز يتقلب بشكل كبير، فمثلا لازم يحط صلاح نجم كبير. فلما يحط صلاح الموضوع هينتشر بشكل اكبر. انا شايف صلاح ما اتدخلش في حاجه خالص، يعني محمد لا صلاح لا لا مش محتاج، راجل بروفيشنال، راجل عايش ازاي وعايش حياته كلها ازاي وبيشتغل ازاي وعنده شغله ازاي، ايه اللي هيدخله في الحاجات الاداريه اللي هي بعيد عن اي حاجه، اختار مين وما اختارش مين؟ ما طبعا وجع دماغي يعني حاجه بنتكلم هي النقطه. عارف ان كارلوس كيروش وفنجاده تحديدا، عشان كده بقول لك احنا عرفنا النهارده ان فنجاده كان له دور اكبر دور في وجود كارلوس كيروش خلال الفتره اللي جايه. فنجاده وكارلوس كيروش بيشتغلوا مع بعض من الثمانينات، ودي حاجه خلي بالك دي حاجه مميزه جدا لسبب فاهمين بعض كويس جدا. هيقدر يخلي فنجاده بيعمل، هو الراجل المدير الفني للاتحاد الكره المصري دلوقتي، هيحط له الشكل او الاستراتيجيه اللي هم يمشوا عليها لمده 3 سنين او 4 سنين الموجودين فيها، فهتلاقي الموضوع
مختلف. هي غير مثلا لو جينا نتكلم على الراجل المصري هيبقى في فرق لغه وفرق شكل تاني ودماغ غير الدماغ، فانت فاهم ازاي؟ فالراجل تحت هو موجود يشتغل معاه قبل كده، فعارف هو هيشتغل السيستم بتاعه ازاي، هيقدر يعمل له مسابقات ازاي، يعمل له الاحتكاكات الفتره الجايه المنتخبات تشتغل ازاي، فده كله هتبقى حاجه مميزه للمنتخب المصري. نتمنى ان شاء الله اللي هو اللي يكون في تعاون بينهم هما الاثنين يقدروا يعملوا حاجه كويسه للكره المصريه طبعا. عندك بعض اللاعبين اللي موجودين او لاعيبه منتخب مصر اللي هو تم اختيارهم الفتره اللي فاتت، من وجهه نظرك هل يستطيع كارلوس كيروش مع هذا الجيل من اللاعبين ان هو يصل لكاس العالم وناخد بطوله افريقيا ولا لا؟ دي صوره قديمه جدا من الثمانينات او من السبعينات، ما بين نهايه الثمانينات ما بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني و نيلو فنجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، وكانوا بيشتغلوا مع بعض في منتخب الشباب للبرتغال وخدوا كاس العالم في نهايه الثمانينات من 89. نتمنى طبعا نتمنى، بس انت خلي بالك النقطه اللي بتتكلم فيها، لا احنا دلوقتي الدنيا مختلفه، منتخب مصر منتخب كبير، منتخب مصنف، خلي بالك انت بطل افريقيا طبعا. فاحنا بنتكلم تاني حاجه، انت عندك الفتره دي كانت بتفقدها في الفترات اللي قبل كده، اللي انت عندك لعيبه عالمي، عندك واحد زي محمد صلاح رمز كبير جدا بيعمل ضغط كبير جدا على الفرق المنتخبات اللي بتلعب قدامك، عندك لعيبه محترف على اعلى مستوى، تريزيجيه ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع يبقى شكله كويس جدا، عندك حجازي ابتدى ياخد الفورمات وبقى عالي جدا وبقى لعيب واخد لسه واخد استفتاء اللي هو بتاع الاتحاد الاسيوي اللي هو كان موجود فيه في السعوديه، واخد اعلى حاجه اعلى اصوات موجوده. فعندك لعيبه مميزه جدا، عندك النني، عندك لعيبه كلها بقت تلعب في احسن انديه في العالم دلوقتي، بقى نكون مثلا خد بالك برضو اصل كارلوس كيروش يعني لعب مع او درب لعيبه كبار جدا من اول لويس فيجو في ريال مدريد، رونالدو، زيدان، بيكم، راؤول، هلجيرا، سولاري، اسماء كبيره جدا، لعيبه مانشستر يونايتد كلهم في الجيل الذهبي بتاعهم، منتخب البرتغال في 2010. فدرب لاعبين كبار جدا 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 يعني. ده دي ميزه خلي بالك اسلام اللي هو بيجيد التعامل مع النجوم. انت خلي بالك هيكون مقنع، انا قصدي اقول لك ان هو هيكون مقنع للمحترفين بتوع او للمحترفين وتاني الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها، وتاني حاجه هو هيبقى بيجيد التعامل اللي هو مثلا لما يكون عندك مدير فني بيجيد التعامل مثلا مع صلاح وبيعرف يشتغل معاه ازاي، مفيش حد بيخترق الفتره اللي هو بيعملها او اللعيبه بيكون عازلهم ازاي ولا حد يطلع يتصور ولا الكلام ده كله، بيجيد التعامل ويعرف يدي اللعيب حجمه الطبيعي، فدي بتفرق كتير جدا. فدي غير ما تجيب مدير فني صدامي او عايز ياخد الشو او عايز ياخد لقطه على حد معين، فدي انت جايب حد ممكن بيجيد كتير، اتعامل مع شخصيات كبيره جدا، فهيسهل لك الموضوع بشكل كبير جدا. رونالدو شبهك رونالدو يعني بعد ما تخن. لا مش نار، كاسيميرو انا. انت كاسيميرو. لا هو رونالدو لما تخن مش لما كان كده. رونالدو الظاهره البرازيلي يعني. برضو كان معانا الاستاذ علي الزين من شويه واتكلم على ان هو رجل تربوي خارج الملعب. بما انه يعني استاذ اكاديمي طبعا، بدل اكاديمي وبيجمع بين الحته التربويه والحته اللي هي العمليه والحته الفنيه الاثنين مع بعض، فدي حاجه مميزه، فدي حاجه مميزه نتمنى طبعا على ارض الواقع. وزي ما اقول لك مش هنحكم على الراجل الا لما نشوف اداءه بتاعه والشكل بتاعه بيتغير، انت هيبان. خلي بالك الفتره اللي فاتت معلش كابتن حسام كنا مدينه كله عذر، بس انت ما كانش ليك شكل ولا ليك هويه، ما كانش ليك المنتخب حتى كل الناس كلها بتتكلم على الشكل، يعني اكسب بس على الاقل يبقى عندك شكل، او انت كنت بتصمم. كنا لسه بنتكلم على كوبر وبنتيكت كوبر، بس كوبر كان عنده شكل اللي هو السيستم الدفاعي وبقدر اجيب هدف وبقدر اجيب جون، فالراجل ليه شكل. احنا بنتكلم بس الناس زعلانه او الشعب كله زعلان عشان الشكل بتاعك الهويه بتاعتك مش موجوده، اللي هو اللعب كويس بتقدر اللعيبه تبقى متحرره. انت بتيجي الماتش اللي فات اخر ربع ساعه انت الموضوع كان كبير جدا، لولا الشناوي الحمد لله كان الموضوع هيختلف. فاحنا بنتكلم اللي احنا عايزين شكل وهويه وبنشوف على الارض الواقع. انت دلوقتي لما تنظم وتشغل بشكل او السيستم بتاعك اكيد هيبان. فلما نشوف مش عايزين نتسرع ونشوف، بس الفتره دي صعبه جدا. انا مشفق على الراجل، الفتره صعبه جدا، لازم يقدر يشتغل ليل نهار والجهاز اللي معاه لا قصدي ينقله كله كبيره وصغيره. يعني اللي احنا عرفناه ان هو هيجي اخر الاسبوع اللي جاي، وبالتالي اعتقد يعني برضه هيبقى اسبوع تاني راح، فهتبقى مشكله. اما دي الصعوبه اللي انا بتكلم فيها، لا الوقت عندك صعب جدا، هيجي الاسبوع الجاي ولسه هيقعد شويه ولسه عقبال ما يشوف، ومفيش متوش ولا في اي حاجه، هيتفرج على اللي هم بعتوا له مثلا سيديهات دلوقتي عشان يكسبوا الوقت او ما اعرفش يشتغل ولا لا، فلازم هيشوف اللعيبه لا في اخبار ان يعني هو اكيد اتفرج برضه عارف، لانه خلي بالك هو كان مقيم في موزمبيق، هو اساسا جنسيته او يعني
معاه جنسيه موزمبيق وجنسيه البرتغال لانه من مواليد موزمبيق، فهو قاعد عنده بيت في موزمبيق وعنده بيت في جنوب افريقيا، فعارف كويس قوي اسم مصر يعني. احنا مش مخالفين، هو احنا بنتكلم على الشكل واللعيبه والادوات اللي هيشتغل بيها. هو لازم مثلا يجيب مثلا نشوف صلاح في الحته دي، هو مقتنع يحط صلاح في الحته دي او يحط الناحيه الثانيه او يحط تحت رقم 10، هو ده كله الشغل بتاعه يعني. انت لازم مثلا، هو ممكن مدرسه اعتمد مثلا على ناحيه الشمال على حد ثاني، ممكن اعتمد على ناحيه اليمين على حد ثاني، ممكن اثنين المساكين ببتدي اشتغل الكره من تحت، ممكن حد ثاني بيحب يطلعها طويله على الناحيه جنب الجناب، فده كله شكل، كل واحد ليه الشغل بتاعه. فدي كلها مدارس. اقدر اشتغل بعد ما افقد الكره، اشتغل ازاي، ارتد ازاي، هلعب زون من نص ملعب ازاي. فدي كلها بترجع للمدير الفني او شخصيه المدير الفني او السمه بتاع المدير الفني. اللي يعرفك مدير فني شاطر من مدير فني تاني عادي جدا. نجينا نتكلم مثلا على جارديولا مثلا، لما كان ماسك برشلونه شفت الشكل بتاعه اللي هو التيك توك والحاجات اللي بيلعب باللعب، هو اللي عمل عمل الشكل دوت. لما انت خدته وديته بايرن ميونخ عمل كده برضه. بايرن ميونخ يبقى ده ايه؟ دي شخصيه الراجل وشكل الراجل. بايرن ميونخ احنا بنتكلم على العنصر او المدرسه الالمانيه قويه جدا، سريعه، سرعه، غير طريقه اللعب، المكنات. احنا الناس بنسلمها المكنات اللي هم حافظين شغالين، لما تطور اللعبه وتحط لهم الشكل الجمالي او اللعب الصغير الدنيا بتختلف. فده اللي بنتكلم عليه، شغل المدير الفني او اللي بيبان على ارض الواقع. لو انت اشتغلت بشغل بتاعك هيبان على ارض الواقع طبعا. طيب علاقه نيلو فنجادة بكارلوس كيروش ممكن تكون مؤثره بناحيه ايجابيه، بمعنى ان هو يعني اكيد هيقول له ايه اللي بيحصل، وفنجادة متابع كويس جدا. اكيد طبعا هو اللي يقول له، وده بالعكس ده ممكن هو اللي يكون هو كان مرشح له يجي. لا ده هو ده 100%. طب خلاص، ما هي النقطه كده، يبقى هو راجل عايز ينجحه يعني، عايز ينجحه وعايز يبقى موجود معاه. فدي النقطه اللي احنا بنتكلم، اللي هو نتمنى اللي هو التعاون معاه يثمر اللي في مصلحه مصر، او يخلي الفتره ديت الناس مبسوطه، او شكل المنتخب يرجعه صورته زي ما كان ايام كابتن حسن شحاته. هل انت تفتكر ان هو قادر ان هو يعمل كده؟ بمعنى انت عندك ماتش ليبيا، هل هيلحق؟ ما اعرفش، انت برضه عامل الوقت، طلعنا بره عامل الوقت، لكن لا هو هيبقى صعب جدا وعنصر الوقت. بس احنا نتمنى ان احنا نطلع باي نتيجه من ماتش ليبيا، اللي انت تتصدر المجموعه. انت اهم حاجه تكسب الماتش ده باي طريقه. 9 12 الماتشين ده في تكسب يعني ماتشين بسرعه جدا، لازم تكسبهم عشان تبقى انت متصدر، وبعد كده عندك وقت تقدر هيديك ثقه كمان. لا ما عندكش وقت، يا شهر برضه بعديه شهر على الاقل. بص يا اسلام، كل ما اتاخر شهر شهرين، لو خدت مثلا اسبوع زياده انت كسبان. الراجل بيقدر يشوف، خلي بالك الفتره الجايه الدوريات هتشتغل كلها، اللي شغاله هيبقى شكل اكتر. تخيل بقى كل دوري العالم دلوقتي داخلين في الموسم الثالث، يعني الاسبوع الثالث او الرابع، او اللي دخل في ناس دخلت في الخامس، فكل راجل هيبقى ملم بشكل كله بشكل كبير او صغير، هيشوف اللعيبه على طبيعه. الدوري المصري هيبتدي يتحط له المواعيد بتاعته، فهيقدر يشوف المساحه هتبقى اكبر. خلي بالك سيديهات غير ارض الواقع، ممكن الراجل شايف مثلا في الملعب، شايف اللعيب ده بيجري ازاي، بيتحرك ازاي، السي دي ممكن يطلعه بشكل مختلف. فهو الراجل لما يشوف الحاجات دي كلها هتفرق معاه. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. احنا حاولنا ان احنا نقول كل الكلام عن المنتخب الوطني المصري وعن كارلوس كيروش، لكن عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم شويه عن النادي الاهلي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ابو مسلم، مباراه السوبر المحلي او الموسم السنه دي هيبدا بمباراه السوبر المحلي ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش، شايف المباراه دي ازاي؟ في ظل ان نادي طلائع الجيش من الانديه اللي افقدت الدوري، افقدت النادي الاهلي نقطتين في الدوري العام. لا هو اكيد ماتش صعب جدا، اكيد بنتكلم فيه، بس النادي الاهلي قادر على هتطبق اللقب طبعا، مع احترامنا لنادي طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش نادي مميز وكل حاجه. بس الدوافع والقوه اكيد عند لعيبه النادي الاهلي موجوده، عشان تبتدي موسم جديد عايز تعوض الفتره اللي فاتت اللي هي بتاعت خساره الدوري، ودي ده عادي بنقول وارد في كره القدم، اللي انت واخد البطولات كلها، واخد ثلاث العالم، واخد بطوله افريقيا، واخد الحاجات دي كلها، فوصلت لحاجه اسمها التوب فورم، فخلاص فطبيعي. والاجهاد الفتره دي بيأثر عليك طبعا، والخصم بتاعك كان مريح الفتره اللي فاتت، انت بتشتغل بطوله افريقيا والخصم بتاعك كان قاعد مريح ما عندوش مشترك في اي بطوله، فده اجهاد بيعمل طبيعي اللي بيحصل لو موجود في كره القدم، وانا شايف ان ده معدل طبيعي. النادي الاهلي بنتكلم، النادي الاهلي اكيد قادر على الفتره ديت، ان شاء الله يجيب بطوله افريقيا بشكل بطوله قصدي السوبر باللعيبه الموجوده، وشايف التدعيمات بتاعت النادي الاهلي بشكل مميز. لسه كنت هسالك عن تدعيمات بيرسيتاو، لويس ميكيسوني، بقيه اللاعبين كريم فؤاد وحسام حسن، حتى عمار حمدي واحمد عبد القادر. سبع صفقات، انا هعتبرهم سبع صفقات جم النادي الاهلي، اعتقد هيبقى لهم دور مؤثر يا ابو مسلم.
اكيد طبعا. وخلي بالك السنه دي برضك لو جينا نتكلم على او الشكل او السيستم بتاع النادي الاهلي او التارجت اللي هو حاطه، اللي انت بتتكلم ان النادي الاهلي الفتره دي اكتر واحد نفع في النادي الاهلي في الفترات بتاع الاعارات اكرم توفيق، لو جينا نتكلم عليه والنادي الاهلي استفاد منه لما شريف رجعه محمد شريف واحمد شريف واحمد محمد شريف محمد شريف وعندك قصدي ايه محمد شريف للنادي انبي، وعندك احمد ياسر ريان احمد ياسر ريان في الجونه واحمد عبد القادر زي ما بنتكلم فيه. فدي ميزه كبيره جدا، انت بتطلع اللعيبه بتاعتك تستفاد وتاخد خبرات لما ترجع لك بلغه الكوره، بنتكلم اللي هو استوى بلغه الكوره. فانا شايف احمد عبد القادر لعيب قوي جدا، لعيب مميز جدا. ناصر ماهر نفس الكلام لو جينا نتكلم عليه، النادي الاهلي دعم بشكل كبير جدا وعمار طبعا لو جينا نتكلم دعم بشكل كبير جدا. كان عندك مثلا يعني حته الباك رايت كان فيها مثلا مشكله شويه او مش مميزه، هاني كان اصاباته كان فتره فاتت نوعا ما حصل كتير، اكرم توفيق كان ماشي بشكل هايل في الحته دي، فانت لما تجيب تجيب لهم كريم فؤاد مميز فالثلاثه يكون عندك منافسه قويه جدا ايام زي ما كنا بنلعب، كان احنا كنا بنشوف الثلاثه باك رايت الثلاثه باك ليفت، فدي حاجه ميزه كبيره جدا خصوصا الباكات كمان اللي على الاطراف يا ابو مسلم، وانت كنت احد نجوم الاهلي في فتره مهمه جدا في فتراته، الباكات تحديدا بيجي لهم اصابات عشان بيجري 100 متر وبيرجع 100 متر. خلي بالك بشكل كبير جدا يا اسلام، خلي بالك اي حد لاعب في النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي انت بتلعب بتهاجم من 90 دقيقه، فانت لازم تكون انت على الخط على رايح جاي على طول، ولازم تكون انت مجهز بشكل كبير جدا. وتاني حاجه يكون عندك من الخبرات اللي انت تقدر تشتغل ازاي واطلع ازاي واقدر اعمل كوز باص امتى واقدر نفس الكلام بيشتغل علي معلول. لو جينا نتكلم على الشكل علي معلول الفتره اللي فاتت اكيد في بعد الاصابه في ضرب شويه، ده طبيعي جدا 5 شهور 4 شهور طبعا. جينا نتكلم التدعيمات كان مميز جدا النادي الاهلي موجوده، جيت برضك جيت تحط برضك راس حربه بشكل كبير اللي انت جبت مثلا حسام حسن من سموحه لعيب مميز الفترة اللي فاتت، كمان لما راح مثلا الدوري الليبي قدر يستفاد واديته خبرات اللي هو يرجع يبقى مميز، فلعيب مميز بيقدر جوه الصندوق بيجيب شكل بيحرز اهداف بشكل متنوع بيجيب بدماغه وبرجله، لعيب مميز جدا جاب كمية اهداف مع نادي سموحة بشكل كبير جدا في ظل نادي سموحة باحترام نادي سموحة نادي سموحة يعني نادي سموحة مش بيهاجم 90 دقيقة، نادي سموحة برضك بيشتغل بشكل مميز، ولما تجيب كمية الاهداف دي في نادي سموحة لما تلعب مع النادي الاهلي الدنيا هتختلف تماما. فده اللي بنتكلم عليه، لعيب مميز جدا بالذات خلي بالك يا اسلام برضك الاثر مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بشكل نوعا ما اصابه محمد شريف. محمد شريف جت فتره من ضمن فترات هو كان نمره واحد وقوي جدا في الحته ديت، فكان بيجيب لك 21 هدف كان هو هداف الدوري. احنا بنتكلم لما كان حصل اصابه وده طبيعي اللي انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، فطبيعي جدا على النادي الاهلي لسه جايب بطوله افريقيا وكان في لعيبه راحت الاولمبياد، فطبيعي جدا ان المشاكل هتبان لك. فنتكلم لما تصاب محمد شريف كان عندك مشكله نوعا ما فيها خلل شويه اللي هو مثلا كان راجل مثلا الموسيماني كان بيقدر يدي عايز يدي مروان محسن شويه، ووتر بولي لما ابتدى ياخد واحده واحده ابتدى يخش بشكل كويس، وبعد كده الضغوط اللي عليه كانت طبعا الفتره اللي فاتت اللي احنا عايزين نكسب الدوري والمنتوشه كانت صعبه جدا، فدي كانت الحته دي كانت عايزاها الدومينيه دي بالذات كان عندك فيها او راس حربه بالذات كان عندك فيها لازم تدعم بشكل اقوى من كده في الراس حرب. طبعا ما انت حسام حسن. حسام حسن اضافه قويه جدا النادي الاهلي، وشايف الراجل اللي ابتدى يشتغل في الاماكن اللي هي كان فيها نوعا ما يعني فيها اماكن خلل سنه بسيطه او حاجه فيها حاجات يعني بسيطه يعني الاجنحه انت كنت دايما بتعتمد على حسين وعلى طاهر وعلى كهربا وعلى دلوقتي هنشوف موقف اجايه وغالبا بكره كل حاجه هتبان. برضو عشان اقول لحضراتكم ان قبل مباراه السوبر المحلي ان شاء الله هيكون في 4 ايام معسكر للنادي الاهلي في برج العرب، لان المباراه ستقام في استاد الجيش ببرج العرب. 4 ايام قبل المباراه هيكون معسكر مغلق للاعبين، وخلال الفتره القادمه بكل اللاعبين زي ما حضراتكم شفتوا في 3 لاعبين هيكونوا محطوطين على قائمه الانتظار، اعتقد بكره او بعده هيبان او هيعلن النادي الاهلي عن اللاعبين. نعم بكره اخر حاجه صح، بكره اخر يوم، فبكره سيتم الاعلان عن مين اللاعبين اللي هيكونوا على قائمه الانتظار، هل مين اللي هيكون موجود ده خلينا طبعا هنستنى لغايه بكره عشان نقول لحضراتكم مين المجموعه اللي هتكون موجوده. برضو ابو مسلم اعتقد ان النادي الاهلي بدايه المباريات مع طلائع الجيش وبعدين يكمل مباريات الكاس هو ده انسب حل لغايه لما تصل الى بدايه الدوري في 25 اكتوبر. اكيد طبعا ده حل مميز جدا. تاني حاجه بتقدر تعمل الانسجام بالناس اللي داخله جديده اللي موجوده او الشكل الجديد اللي هو حسام او كريم فؤاد او بيرسي تاو مكسيكوني او الاثنين الموجودين طبعا تقدر يشتغل يقدروا يشتغلوا زي ما شفتك سمعت برك هو حلق شعره لا ده بيرسي تاو اللي حلق شعره عشان ما حدش يقول بدلنا ولا حاجه ده حلق شعره يقول لك اختلف تماما والناس خد بالي هو ده مين وجابه يا عم ما جبناش حد هو بس حلق خدوا الفتره اللي فاتت فرقه كبيره بيبدلوا اللعيبه فرقه فلا بنتكلم هو هيعمل تجانس طبعا ودي حاجه مميزه جدا ان انت داخل الموسم الجديد او العالم كله بيشتغل كده اللي انت قبل الدوري بيعملوا الكاس اللي هي منتوشه الكاس منتوشه تحضيريه
وزي ما بنتكلم عشان لما يخش الدوري العام يبقى الدنيا مختلفه تماما، او الشكل العام الراجل استقر عليه بنسبه 90% الهيكل هي الاساسي المشكله بتاعه. برضو في ماتشات الكاس، ان ماتشات الكاس النهائي لو انا هتكلم عن النادي الاهلي، لو الاهلي وصل للمباراه النهائيه هيبقى يوم 19. ايوه. وعنده بطوله دوري ابطال افريقيا دور ال 32، المباراه الاولى يا 14 يا 15 يا سوري يا 15 يا 16 يا 17. ايوه. طيب النادي الاهلي لو اختار يوم 17 لازم يتأجل له الماتش طبعا. ما انا عشان كده عايز اقول لك برضك برضه حاجه يعني، يعني طب ما ده كان من الاول يا جماعه، ما تعمل الماتش يوم 21 مثلا او يوم 20. او ما انا عايز اقول لك حاجه برضه كويس، انت طلعت النقطه دي، برافو عليك انت، انا كنت نفسي اتكلم في النقطه دي من زمان. اتفضل. هو ليه احنا ما بنستعينش بناس بيحطوا الاجنده او بيحطوا الفتره اللي جايه كلها التواريخ ايه بالظبط ونشتغل؟ ده ما الناس كلها شغاله. ليه ما انا ما اشتغلش؟ ليه بشتغل مثلا بالقطع ان انا اشتغل مثلا الشهر الجاي هحط كذا وبعد كده ناجل؟ كل حاجه واضحه. وخلي بالك ممكن ان شويه الماتش الجاي الخصم بتاعك يشتغل يقول لك اشمعنى بتاجل لهنا النادي الاهلي ما بتاجليش؟ بالظبط. فهتخش في موضوع بلبله واحتقان بين الاثنين. ليه انا ما احطش المواعيد من بدري؟ لو حاله الاهلي للنادي الاهلي عدى وصل قبل النهائي هيحصل كذا، النهائي كاس مصر يحصل كذا، يبقى كل حاجه واضحه. ده معمول، ما هو قال كده، قال لك انا هلعب الماتش يوم 19 بس مفيش وقت. نهائي الكاس لو الاهلي وصل للنهائي ان شاء الله هيبقى الاهلي لو 15 16 17، طب النادي الاهلي اختار 17. هتعمل هيلعب بعدها بيومين ماتش؟ ما دي مشكله زي ما احنا بنتكلم فيها، ما دي اللي بقول لك عليها، لازم الاول يبقى في اللي حاطط التواريخ او حاطط الاجندات دي كلها لازم يكون عنده. ليه نستعين؟ خلي بالك انت برضو لو بصيت على يوم 15 انت عندك ماتش ليبيا 9 والماتش الثاني يوم 12. يعني طيب يعني هتلعب الماتش الثاني يوم 12 هترجع يوم 13. ايوه. لو انت اخترت يوم 15 عشان تبعد عن يوم 19 ومعظم لعيبه النادي الاهلي موجودين، 10 لاعبين من النادي الاهلي موجودين في منتخب مصر، عندك الكميه الاكبر في الفرقه كلها، وده غالبا اللي هيحصل الفتره اللي جايه. طبيعي. طيب اللعيبه دي هتبقى جايه يوم 13 مثلا، 14 و15، 14 وعنده ماتش قبل نهائي او سوري دور ال 32، ولو الاهلي ان شاء الله وصل للدور النهائي عنده بعدها بثلاث اربع ايام ماتش نهائي كاس. ايوه. ما دي مشكله، ما انا يعني كله ورا بعضه برضه. عشان كده بقول لك السنه دي العنصر والاجهاد، النادي الاهلي اللي كان مؤثر علينا الفتره اللي فاتت الاجهاد، رجعنا نتكلم ناس اللي بتفهم، يعني اللي بتفهم كوره او بتحلل كره قدم بشكل مميز وعاشت بره وعارفه الموضوع ايه، اكتر حاجه للاعيب الكوره او اسوء حاجه في حياه لعيبه الكوره الاجهاد. انت خلي بالك بره اوروبا كلها بتتكلم في اوروبا او بسافر فرنسا بيتكلم فيها، اي مدير فني يقول لك 90% من نجاحي الاستشفاء. طبعا. الراحه بتاعت اللعيب بتاعته بيشتغل ازاي، او الريكفري بتاع اللعيبه رجعه ازاي، بشغله ازاي، واقدر اريحه امتى، واقدر ادخله الساونا والتدليك والحاجات دي كلها، والراحه بتاعته ازاي. احنا بقى لنا سنتين او ثلاث سنين لعيبه النادي الاهلي مطحنه، يعني شغالين في كل رغم من النادي الاهلي عامل كل التجهيزات للموضوع الريكفري ده في الاوض جوه. انت طبعا رحت وشفت الدنيا عامله ازاي جوه، يعني حاجه طبعا أوروبية. بس انت بتتكلم انت كل ثلاث ايام هتلعب ماتش هنا وتروح تسافر ماتش هنا وتروح تسافر اسكندريه، ما ده كله الاتوبيسات ورجليه توجعه ويفضل قاعد قبل كده طيارات بقى في بطوله افريقيه. فازاي بقى؟ فاحنا بنتكلم نقطه، فدي ما بتحصلش خالص في اوروبا، عارف اللاعب هيطلع يم كذا هيسافر كذا هيروح كذا، فاحنا بنتكلم لازم العنصر يخلوا اللعيب الموجود يقدر يشتغل بشكل كويس، وده كله خلي بالك الاسوء بيجي على منتخب مصر في الاخر. ما انت لعيبه ده اللي احنا شفناه في واللي انت شايفه في الماتشين الاخر، ما تجيش حتى لو جبته مثلا جبنا مدير فني نازل من السماء، الموضوع مختلف. انت بنتكلم الراجل الادوات اللي عنده مجهده، الادوات مجهده، اللعيبه خلاص وصلت لفتره معينه مش قادره تشيل رجليها، وده اللي حصل اخر ربع ساعه في الماتش بتاع الماتش اللي فات، صعب جدا. اي يعني ربنا استرها محمد شناوي كان فايق وكان مميز وكان شايل منتخب مصر، كان الموضوع مختلف. كان الموضوع اختلف. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا ولمنتخبنا الوطني. اخيرا يا ابو مسلم، يعني شرفتني ونورتني وانا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده، ودايما الحقيقه بنستفاد بوجودك، كلامك المحترم الجميل وكلامك الفني الرائع الحقيقه اللي بتشتغل بيه. انا بشكرك طبعا يا اسلام، وبشكر النادي الاهلي بيتي طبعا، وكان وحشني جدا، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ومعودنا على البطولات، ان شاء الله يبقى موسم مميز على النادي الاهلي طبعا. يا رب اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله مع النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، وتقدروا تصعدوا ان شاء الله في الموسم القادم، وانا عارف ان الكابتن ربيع ياسين يقدر يعمل كده، وتقدروا تصعدوا ان شاء الله بفريق بتروجيت مره ثانيه للدوري الممتاز ان شاء الله. بشكرك جدا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم. زي ما حضراتكم شفتوا النهارده نهايه الاسبوع بالنسبه للبيت الكبير، ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقات جديده من البيت الكبير. اشكركم واشوفكم يوم الاحد.